الشابتر الثالث بيتكلم عن جاسترو انتستينال تراكت اللي اختصارها GIT. تعال الاول نعرف بيتكون من ايه. الجاسترو انتستينال تراكت عبارة عن التراكت اللي بينزل فيه الاكل وملحقات التراكت الابندجز اللي هنا عبارة عن مجموعة من الجلاندز. يبقى الجي اي تي عبارة عن تراكت وجلاندز. طيب ايه هو الفانكشن بتاع الجي اي تي؟ اقول انا دكتور ولا تقول انت؟ مش مستاهلة. ايه الفانكشن؟ ابزوربشن دايجستشن. سهلة ايه؟ طيب يبقى احنا قلنا الجي اي تي عبارة عن تراكت وجلاندز. التراكت هنقسمها لجزئين، upper part of GIT او upper GI tract و lower part. ال upper part ده دكتور عبارة عن ايه؟ عبارة عن oral cavity، تجويف الفم، الفم mouth بس الصفة بتاعته oral. oral cavity والفارنز، البلعوم، ده ال upper part of GIT. طب ال lower part اسمه elementary canal، القناة الهضمية من أول الإسوفاجس لحد الإنس. نبدأ بالـ upper GIT، وأول حاجة اللي هي oral cavity، تجويف الفم يا دكتور. عايز منه ايه؟ عايز منه تلات كلمات. اول كلمة الاهمية، ايه فايدة الاورال كافيتي؟ عندنا جزئين، جزء فايدة ليها علاقة بالجي اي تي، وفانكشن ملهاش علاقة بالجي اي تي. الفانكشن اللي ليها علاقة بالجي اي تي، الفانكشن اللي ليها علاقة بالجي اي تي انه بيساعد في عملية الدايجستشن، ده أول حاجة بتدخل منها الأكل يا دكتور، والإنجستشن اللي هو البلع، الفراجمنتيشن بيكسر جزيئات الطعام الكبيرة، وماستيكيشن فيه السنان اللي من خلالها واللسان اللي من خلالهم بنقدر نمضغ الأكل، وبيساعد على الميكسينج أوف فود. دي إيه؟ جي أي تي فانكشن. طيب النون جي اي تي فانكشن، الفانكشن بتاع الاورال كافيتي اللي مالهاش علاقه بالجي اي تي ايه؟ تجويف الفم ده بيساعد، بنستخدمه في الكلام صح؟ اللسان مثلا في الكلام. فيشيال اكسبريشنز يعني ايه؟ تعبيرات الوش. تخيل كده وشك يا دكتور من غير اورال كافيتي، من غير اللبس وتانك وتوث، مش نافع خالص. تعبيرات الوش يا دكتور متحكم فيه. التنفس، ما هو في ناس بتاخد نفسها من النوز وناس بتاخد نفسها عادي جدا لما تقفل النوز بأي انفلاميشن، بتاخد نفسها من الاورال كافيتي. دي ايه الفانكشن؟ دي اول كلمه في الاورال كافيتي. يبقى فانكشن ايه؟ جي اي تي فانكشنز ونون جي اي تي فانكشنز. الجي اي تي فانكشنز متمحوره حوالين ايه؟ دايجستشن، انجستشن، فراجمنتيشن، ماستيكيشن، وميكسينج اوف فود. النون جي اي تي فانكشن اللي هي ايه؟ سبيتش وفيشيال اكسبريشن وبريزنج. الكلمه الثانيه اللي عايزها في جي اي تي اللي هي مادتنا اللي هي الهيستولوجي. تعال نتكلم عن هيستولوجي اوف اورال كافيتي. هيستولوجي اوف اورال كافيتي دي الكلمه الثانيه. احنا خدنا في الريسبيراتوري ان اي حاجه جوه الجسم مجوفه بتبقى عبارة عن ايه؟ عن ميكوزا وحاجات تحتها. وقلنا في الريسبيراتوري، ان الميكوزا دي عبارة عن ايه؟ ابيثيليوم ولامينا بروبريا. ابيثيليوم ولامينا بروبريا. اللامينا بروبريا دي يا دكتور هي الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو اللي تحت ايه؟ الابيثيليوم. يبقى الميكوزا اللي هنتكلم عنها اول حاجه في الاورال كافيتي الميكوزا. يبقى الابيثيليوم ايه؟ عباره عن ايه؟
استراتيفايد سكويموس ايميثيل. طيب كيراتينايزد والله من؟ قال لك على حسب. والله لو الميكوزا دي على حاجه صلبه، على بون مثلا زي هارد بلد اللي هو اعلى الفم ده، اعلى تجويف الفم، لا دي تبقى ايه؟ كيراتينايز. طب لو على حاجه سوفت يبقى ايه؟ نان كيراتينايز. خلاص؟ طيب ال 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 في ملحقات للإبيثيليوم وده طبيعي. يعني مثلا يعني ممكن نلاقي مع ايه؟ مع الإبيثيليوم ايه؟ سويت جلاند، سبيشال جلاند، هير، ده في نوع ايه؟ ثين سكين لما يبقى كيراتينايز ستراتيفايد سكوماس إبيثيلي. طيب ده ايه اول حاجه من الميكوزا اللي هو الإبيثيلي. رقم اثنين اللامينا بروبيا عباره عن ايه؟ دي كونكتيف تيشو يا دكتور، وكونكتيف تيشو من سنه اولى معناها ايه؟ معناها فايبرز وسيلز وماتريكس. السيلز والماتريكس سهله، الفكره في ايه؟ الفايبر، نوع الفايبر. هنا نوع الفايبر ايه يا دكتور؟ كولاجين فايبر. كولاجين فايبر. طيب ده الميكوزا ابيثيليوم ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ايزر كراتينايزد اور نوت على حسب اللي تحتها، سواء بون او مصل. لو مصل يبقى نان كيراتينايز، لو بون يبقى كيراتينايز. اللامينا بروبيا عباره عن كولاجين فايبر. ايه اللي تحت الميكوزا في الاورال كافيتي؟ والله قلنا على حسب. لو تحتها بون، لو تحت الاورال الميكوزا، الاورال ميكوزا تحتها بون، او في الحاجات السوفت بيبقى تحتها مصل. طب هو انا احط مصل ليه يا دكتور تحت الحاجه السوفت؟ لانها اكيد بتتحرك. يعني ايه؟ يعني حاجه زي اللسان مثلا، هي دي عضلات عايز احركها. حاجه زي السوفت بلد اللي هو اعلى الحلق بس من ورا جوه، ده بيتحرك نهايته اليوفيولا اللي هو اللي بتتحرك. كل ده دكتور حاجات سوفت هاي موبايل. يبقى وضع طبيعي ان الطبقه اللي تحت الميكوزا تبقى مصل وكونكتيف تيشو، والمثال ايه؟ سوفت بانك. طيب الحاجات الهارد الاي موبايل، الحاجات اللي هي عباره عن بون اللي مش هتتحرك، اللي مش هتستفيد من حركتها، بيبقى الميكوزا لازقه في البري اوستيوم اوف بون من غير اي حاجه تحتها. المثال ايه؟ الهارد بانك. ايه اللي انا بقوله ده يا دكتور؟ ايه العنوان اللي بتكلم فيه؟ هيستولوجي اوف اورال كافيتي. قلت كلمتين في الاورال كافيتي لحد دلوقتي، فانكشن جي اي تي فانكشن ونون جي اي تي فانكشن، وهيستولوجي ميكوزا والحاجات اللي تحتها على حسب سوفت هاي موبايل او هارد ان موبايل ستراكشر. اخر كلمه عايزها في الاورال كافيتي هي الكونتنت. بيتكون من ايه الاورال كافيتي؟ ايه اللي جوه الاورال كافيتي؟ والله يا دكتور عيب ان انا اتكلم. ايه اللي بيتكون في الاورال كافيتي يا دكتور؟ ايه اللي جوه؟ عباره عن لبس اللي هي الشفايف، شيكس اللي هي الخدود من جوه، وتانج اللسان، توث وجنجايفا اللي هي السنان واللثه، وبلد. بلد ده اللي قلنا ايه؟ اعلى الحلق، اعلى الفم. تمام يا دكتور؟ ده الكونتنت. قلت ثلاث كلمات في الاورال كافيتي دلوقتي، فانكشن وهيستولوجي وكونتنت. تعال نبدا يا دكتور باول كونتنت من الاورال كافيتي، الا وهي اللبس، اللسان يا دكتور، الشفايف يا دكتور. هنجيب واحد ونوقفه في الوضع الاناتوميكال بوزيشن، وهناخد فيه ساجيتال سيكشن زي الصوره اللي قدامنا دي، وهشيل النص الثاني وارميه وابص من الناحيه بتاعه القطعه. هلاقي الشفايف بنفس الشكل اللي على ايدك اليمين ده. عباره عن ايه يا دكتور؟ انت ممكن توصفها اصلا، انت شايفها. الجزء اللي فيه الشعر اللي فوق ده اوتر سيرفس. طيب والجزء اللي تحت المنطقه الواصله بين الجزء اللي فيه الشعر والجزء اللي جوه الفم اسمها ايه؟ فري ريد مارجن. دايما بتلاقيها محمره كده. طيب والجزء اللي جوه الاورال كافيتي اسمه انر سيرفس. يبقى اللب ثلاث اجزاء، اوتر سيرفس، فري ريد مارجن، او فيرميليون زون. فيرميليون يعني قرمزي، حاجه كده محمره يعني، وانر سيرفيس اللي جوه الفم. طيب
نبدأ جزء جزء ونشوف بيتكون من ايه. بص لي فوق كده يا دكتور، الابر ده هو الاوتر سيرفيس اللي بيبقى فيه الشعر، اللي بيبقى فيه الشنب. الاوتر سيرفيس ده يا دكتور عبارة عن ايه؟ عبارة عن سكين ومصل. السكين ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم كيراتينايزد، ومعاه الملحقات بتاعت السكين اللي هي هير فوليكل سبيشس جلاند وسويت جلاند. طب تحت الابيثيليوم ايه؟ ديرمس. طيب قلنا الديرمس في السكين كان بيتكون من ايه؟ كونكتيف تيشو، ومعاه ايه؟ بلاد فيسل نيرف. صح؟ ليه يا دكتور كان في بلاد فيسل في الكونكتيف تيشو؟ لان الابيثيليوم كان ايه يا دكتور؟ افاسكولار. طب يوصل له التغذيه ازاي؟ عن طريق الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الكونكتيف تيشو. ده الابيثيليوم بتاع الاوتر سيرفس. طيب المصل اللي تحت الابيثيليوم زي ما احنا شايفين كده لونجيتيودينال مصل. لونجيتيودينال مصل لما نيجي ناخد فيها سيركولار مصل، اقصد سيركولار مصل اللي هي ايه؟ اوربيكولاريز اوريز مصل. لما نيجي ناخد فيها ساجيتال سيكشن هتدينا الدوائر اللي احنا شايفينها جوه دي. يبقى الاوتر سيرفيس عباره عن ايه؟ سكين، ثين سكين، ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، وهير فوليكل، وسبيشال جلاند، سويت جلاند، والديرمس، كونكتيف تيشو، وبلاد فيسل، ونيرف سبلاي. والمصل اللي تحت اوربيكولاريز اوريز ديت المصل اللي بتقفل الشفايف، بتقفل الاورال كافيتي ديت اللي تحت الابيثيليوم. طيب الفريل مارجن او الفيرمينيون زون دي ترانزيشنال زون ما بين الاوتر سيرفيس والانر سيرفيس. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ايه يا دكتور؟ عباره عن ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم بارشيالي كراتينايزد، يعني لا هو كراتينايزد ولا نون كراتينايزد، ترانزيشنال يا دكتور، وضع طبيعي. طب والديرمس هو زي الديرمس بتاع ايه؟ الاوتر سيرفيس بس هايلي انرفيتد هايلي فاسكولار. وضع طبيعي يا دكتور، وضع طبيعي جدا. اذا كان حضرتك احنا بنشخص امراض عن طريق اللون بتاع الفيرمليون زون دي، طبعا مرض السيانوزس مش بيبان زرق كده. طيب اللي عنده زياده في البيلروبين مش بيبان صفار في الحته دي ليه؟ لان الحته دي هايلي فاسكولارايز، فيها بلاد فيسل كتير جدا، فاي حاجه في الدم مشكله بتبان عليها. خلاص يا دكتور، حته مهمه جدا الكونكتيف تيشو بتاع الفيرميليون زون او الفريريد زون هايلي فاسكولارايز. طيب هل في شعر؟ لا يا دكتور ما فيش شعر. هل في سويت جلاند؟ لا ما فيش. هل في سبيشال جلاند؟ لا ما فيش سبيشال جلاند. يبقى ايه الاختلاف الفري ريد مارجن عن الاوتر سيرفيس؟ الاوتر سيرفيس كان كراتينايز، فري مارجن مش كراتينايز. الاوتر سيرفيس كان كونكتيف تيشو في بلاد سبلاي بس مش كتير، انما الفيرمينين زون هايلي فاسكولارايز بلاد فيسل، هايلي فاسكولارايز. هنا في هير فوليكل وسويت جلاند سبيشال جلاند، ده ما فيش لا هير فوليكل ولا سويت جلاند ولا سبيشال جلاند. الانر سيرفيس يا دكتور ده ميكوزا، انت دخلت جوه البق دلوقتي، ميوكس ممبرين. وقلنا الميكوزا في السكيما اللي قلناها في الاول عباره عن ايه؟ ابيثيليوم ولا من بروبيا، ابيثيليوم ولا من بروبيا. الابيثيليوم اللي جوه عباره عن ايه؟ نان كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. لوحده كده قال لك لا، ممكن تلاقي معاه شويه جلايكوجين ونيرف ايه؟ اندنج. طيب الكونكتيف تيشن اللي تحت اللامينا بروبيا فيها ايه؟ بيقول لك يا دكتور كالعاده كونكتيف تيشن بيبقى فيها يا دكتور بلاد فيسل، نيرف اندنج، ليمفاتيك، بس هنزود هنا في الجلاند اسمها اكسسوري سليفري جلاند اللي هي ليبيال جلاند. اصل ليبيا يا دكتور الشفه، يبقى ليبيال الصفه بتاعتها ليبيال جلاند اكسسوري سليفري، يعني بتطلع ايه؟ سلايفا. طيب النوع بتاع الجلاند دي ايه؟ قال لك يا دكتور في بعضها ميوكس وبعضها بيطلع سيرس وبعضها بيطلع ميوكس وسيرس. خلاص يا دكتور ده كده الليب. قلت ايه في الليب؟ ثلاث كلمات: اوتر سيرفيس، فري ريد مارجن او فيرمينيون زون، وانر سيرفيس. الاوتر سيرفيس سكين ومسل، فري ريد زون
بارشال كراتينايز ستراتيفايد سكويم ابيثيليوم كونكتيف تيشو هايلي فاسكولارايز نو هير فوليكل نو سيبيشس اند سويت جلاند انر سيرفيس ميوكوزا ميوكوزا ابيثيليوم نان كراتينايز ستراتيفايد سكويم ابيثيليوم وذ جلايكوجين اند نيرف اندنجز لامينا بروبريا بلاد فيسل فيها بلاد فيسل ونيرف اندنج وليمفاتكس ومعاها اكسسوري سليفري جلاند اللي هي ليبيال جلاند منها ميوكس ومنها سيرس ومنها ميوكس اند سيرس جلاند ومنها ميوكس اند سيرس جلاند خلصت الليبيا يا دكتور اللي بعده ايه التونج اللسان قبل اللسان في كلمتين بصوت كده عن الخدود اللي هي التشيكس بيقول لك يا دكتور ان الخدود ديت عباره عن نان كراتينايز ستراتيفايد سكوماس ابيثيليا فيها كونكتيف تيشو تحتها ما فيش حاجه زياده عن كده مش موضع سؤال بالامتحان بالمره يا سطر كده في الكتاب وخلاص بنكمل بيه طيب يبقى احنا كده قلنا الليب والتشيكس رقم ثلاثه التنج التنج اللسان يا دكتور بص المشاكل كلها هنجيب نفس الشخص اللي وقفناه في الاناتوميكال بوزيشن وهناخد ساجيتال سيكشن ونبص في ناحيه الايه القطعه هنلاقي الصوره اللي على يميننا دي الصوره دي هي صوره اللسان من الجنب لما يتاخد فيه ساجيتال سيكشن بيقول لك يا دكتور اللسان بيتكون من ايه من ابر سيرفيس ولور سيرفيس بس احنا ما سميناهوش كده احنا سمينا الابر سيرفيس دورسال سيرفيس وسمينا اللور سيرفيس فنترال سيرفيس تعالوا نقارن بالراحه بين الابر واللور سيرفيس او الدورزال والفنترال سيرفيس الدورزال سيرفيس يا دكتور هو اللي انت شايفه في الصوره الاخيره اللي على اليمين هو اللي انت شايفه ده اللسان من فوق ده الدورزال سيرفيس من تحت بقى هو الفنترال سيرفيس الدورزال سيرفيس يا دكتور بيتقسم لجزئين انتيرير 2 ثيرد وبوستيرير 1 ثيرد اللي بيفرق بينهم علامه الفي اللي انت شايفها في اخر الصوره على اليمين الفي دي يا دكتور بنسميها سالكس تيرميناليز ده جروف موجود على اللسان في الدورزال سيرفيس بيقسم اللسان لجزئين انتيريور تو ثيرد وبوستيريور وان ثيرد بيقسمهم خلاص وكله زي بعضه لا قبل السالكس تيرميناليز هيستولوجي وبعد السالكس تيرميناليز هيستولوجي مختلف خالص يبقى اول معلومه خدناها عن الدورزال سيرفيس ان هو ايه جزئين anterior two third وposterior one third anterior two third وposterior one third ال anterior two third بيفرق عن posterior one third عن طريق السالكس تيرمينالز تعالى يا دكتور ال dorsal surface الدورزال سيرفيس covered by partial keratinized stratified squamous epithelium يعني في جزء من الدورزال سيرفيس عليه كيراتين وجزء مش عليه طب الفنترال سيرفيس لا يا دكتور بص كده تحت بص في الصوره اللي في الوسط تحت هتلاقي نان كيراتينايز استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم يبقى انا بطلع من الصوره يا دكتور ما بخترعش الهيستولوجي ده مش اختراع الهيستولوجي ده ايه ملاحظه ايه اللي بعد كده بيقول لك يا دكتور انا بلاحظ حاجه غريبه قوي على الدورزال سيرفيس بلاحظ ان هو طالع ونازل طالع ونازل الميوكاس ميمبرين رف مش سموث كده زي الفنترال سيرفيس زائد انه فيرملي ادرنت ليه؟ يا دكتور الحاجات البيضاء ديت الكونكتيف تيشو ده عامل بابيلي داخل جوه الميوكاس ميمبرين فبالتالي هيبقى فيرملي ادرنت لازق جامد مش زي الفنترال سيرفيس اللي تحت مش لازق مفيش اي بابيلي من الكونكتيف تيشو وبالتالي مش داخل في بعضه ف لوزلي ادرنت يعني مش لازق قوي قلت انا ايه في التانج دلوقتي؟ قسمناه لتو سيرفيسز اول سيرفيس هو دورزال سيرفيس تاني سيرفيس هو الفنترال سيرفيس قلنا الدورزال سيرفيس الرسمه اليمين خالص استفدنا منها معلومه واحده بس بيتقسم لانتيريور تو ثيرد وبوستيريور وان ثيرد الانتيريور تو ثيرد بيبعد عن البوستيريور تو ثيرد بيتقسم او بيفرق عن البوستيريور تو ثيرد بالبوستيريور وان ثيرد عن طريق ايه؟ سالكس ترمينالز هو اللي بيقسم الانتيريور تو ثيرد وبوستيريور وان ثيرد الرسمه اللي في الوسط طلعنا منها بمعلومتين الكافرينج
بتاع الدورزال والفنترال، الدورزال بارشالي كيراتينيز كيراتوفايت سكويمس ابيثيليوم، والفنترال نون كيراتينيز كيراتوفايت سكويمس ابيثيليوم. الميوكاس ممبرين بتاع الدورزال سيرفيس رف اند هايلي ادهيرنت او فيرملي ادهيرنت. الميوكاس ممبرين بتاع الفنترال سيرفيس سموث ولوزلي ادهيرنت. خلاص يا دكتور؟ تمام. بص يا دكتور، هندرس ايه في التانجو؟ هندرس الدورزال سيرفيس، هندرس الدورزال سيرفيس بالتفاصيل اللي فيه، لان ده المختلف، ده المختلف عن الطبيعي. هندرس الحاجات اللي عامله رفنس، اللي عامله تعرجات في الميوكوزا دي، بنسميها لينجوال بابيلي. لينجوال بابيلي الصفه بتاعت التانج مش تانجل، لينجوال، لينجوال بابيلي. اول حاجه هندرسها هي اللينجوال بابيلي في الدورزال سيرفيس. رقم اتنين، في جلاند كده لو انت شايفها اسمها لينجوال جلاند، جلاند معينه موجوده جوه التنج هندرسهم وهنعرف مكانهم. طيب هنبدا بيها يا دكتور باللينجوال بابيلي. اللينجوال بابيلي يا دكتور دي زي ما انت شفت كده هي بروجيكشنز من الدورزال سيرفيس، بروجيكشنز من الدورزال سيرفيس. يبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه عايز اقولها في اللينجوال بابيلي ديفينيشن، عباره عن بروجيكشنز اوف ميوكس ممبرين اون دورزال اوف تانج. خلاص. طب موجوده فين يا دكتور؟ في كل التانج؟ لا، قال لك في الانتيريور تو ثير. اول اختلاف يا دكتور، اللينجوال بابيلي موجوده فقط في الانتيريور تو ثير، مفيش ابدا لينجوال بابيلي في البوستيريور وان ثير. يبقى أول حاجة قلتها في اللينجوال بابيلي هي الديفينيشن، بروجيكشنز اوف ميوكس ممبرين اون ذا دورز اوف تانج. They are only present on the anterior two thirds of dorsum of tongue. طيب التكوين يا دكتور، بص يا دكتور، بمنتهى البساطة أي بروجيكشنز هتقابلها دلوقتي سواء في الحاجات اللي أنت بتدرس الطبيعي أو في الأمراض، أي بروجيكشنز هتطلع في الجسم بتتكون من تكوينين، كفرنج وكور. قلب كفرنج وكور، حاجة داخلية وحاجة مغطياها. الكفرنج وضع طبيعي يبقى ابيثيليوم، والكور وضع طبيعي يبقى كونكتيف تيشو. يبقى الاستراكشر الجنرال بتاع اللينجوال بابيلي ابيثيليوم وكور من الكونكتيف تيشو. بص يا دكتور بالصورة اللي تحت دي، ادي اللسان، خدنا فيه السيجيتال سيكشن، ادانا الصوره اللي في الوسط زي ما انت شفت كده البروجيكشنز ديت بابيلي، لقيتها يا دكتور يعني في شويه منهم نفس الشكل، وفي واحده اخيره كده اللي في الاخر خالص ديت مش شكلهم. ده معناه ايه؟ ان في انواع هندرسها للبابيلي. يبقى البروجيكشنز اهيت، خدت انا اثنين من البروجيكشنز دول، نوعين هم منهم، وهتصورك في صوره علشان الانتقال من دياجرام لدياجرام في الهيستولوجي، وانك ما توصلش الدياجرامات ببعض حاجه في منتهى الخطوره. في منتهى الخطوره، لازم تبقى عارف الدياجرام ده جاي منين وراح فين. يبقى بدانا باللسان، خدنا في ساجيتال سيكشن، وبعدين قمنا واخدين جزء من البابيلي ده وعرضناه. ده ايه؟ لينجوال بابيلي. لينجوال بابيلي ليها انواع. ايه هي انواع اللينجوال بابيلي؟ اول نوع يا دكتور المخروطي، فيلي فورم بابيلي. تاني نوع يا دكتور مشروم لايك، زي عيش الغراب، نفس عيش الغراب، فانجي فورم بابيلي. تالت نوع يا دكتور سيركم فاليت بابيلي. رابع نوع يا دكتور فولييت بابيلي. اربع انواع للينجوال بابيلي. تعال ناخد المقارنة بين كل نوع ونوع علشان نقدر نفرق بينهم. أول حاجة الفيلي فورم يا دكتور، تعال نبص كده على الشكل بتاعهم كلهم. الفيلي فورم كونيكال إن شيب، مخروطية الشكل اللي هو التب بوينتد والبيز إيه برود. الفانجي فورم بنسميها مشروم لايك، اللي هي شبه عيش الغراب. عيش الغراب ده دكاترة فطر من الفطريات.
نفس الشكل كده، اللي هو بيبقى ايه الجزء اللي فوق ده اللي هو الكاب بيبقى دايليتد او برود، واللي تحت بيبقى كونستريكتد. طيب السيركمفليت، السيركمفليت يا دكتور لو انت شايف شكلها كده هي شبه الفونج فورم تقريبا صح، بس اللي مركز بقى يقول لي ايه الفرق بينهم. اه يا دكتور لا مش شبه بعض، ده السيركمفليت الراس بتاعتها اعلى حته فيها مساويه للإبيثيليا، انما انت الفونج فورم طالعه فوق الإبيثيليا اصلا. السيركمفليت، السيركمفليت مساويه للإبيثيليا، وبعدين في جنبها من الناحيتين حواليها بشكل دائري فاتحه، حوض زي حوض كده حواليها فتحه، الفتحه دي بنسميها ايه؟ فالي، اللي هي وادي او ترانش او جروف، حواليها من كل الاتجاهات. لما انا اجي اخد فيها سيكشن هتروح باينه لي على انها ايه؟ فتحتين من الجنب كده. سيركمفليت بابيلي، يعني البابيلي اللي ليها فالي او جروف من جميع الاتجاهات. سيركل دايره. خلاص؟ والفوليت بابيلي اخر حاجه. واضحه الفوليت بابيلي. اول حاجه، اول حاجه عايزين ناخدها في المقارنه بين الاربع انواع هو المكان. بص يا دكتور على الصوره دي، الفيليفورم البابيلي بيقول لك بنلاقيها في الانتيريور تو ثيرد اوف دورزم اوف تانج. يا دكتور ده دي اللي ماليه، دي اللي ماليه الدورزم اوف تانج، دي اللي ماليه الانتيريور تو ثيرد، مليان هي دي اكتر واحده فيهم. طيب تعال نشوف الفانج فورم، بيقول لك يا دكتور هي موجوده ما بين الفيليفورم، يعني شويه بساط كده ما بينهم، بس التركيز الاعلى ليها بيبقى على جوانب اللسان، جوانب الانتيريور تو ثيرد على المارجن اوف تانج. طيب السيركمفليت قال لك يا دكتور ده مكان واضح ومحدد، الفي شيب، الساركس تيرميناليز هي موجوده هناك كده على الجنكشن بتوين الانتيريور تو ثيرد اند بوستيريور وان ثيرد اوف دورزم اوف تانج. طيب الفوليات اخيرا ديليدومنتري يا دكتور، يعني مش موجوده اصلا في الكبار، ده احنا بنلاحظها في العيال الصغيره بالعافيه، اوبزرفت في النيونيت بس، انما بتبقى موجوده بقوه في الارانب الرابتس، معلومه لا محل لها من الاعراب، بس هي في المقارنه لازم تقول. ادي اول حاجه يا دكتور، شايف الصوره؟ لو بصيت للصوره اللي قدامنا ديت هتلاقي ايه؟ الحاجات المنقطه ديت يا دكتور هي البوينتد اند بتاع الفيليفورم بابيلي، شوف مالك ازاي انتيريور تو ثيرد، شوف الجوانب بقى كده هتلاقي في حاجات كده سودا، نقط سودا، النقط سودا دي هي الفانج فورم، اما اجي ابص من فوق على الفانج فورم الاقي نقط سودا، دواير كده سودا. السيركمفليت هتلاقي دايره سودا وحواليها دايره وبينهم مسافه، ما هي سيركمفليت دي هنلاقيها فين؟ عند الجنكشن بتوين انتيريور تو ثيرد والبوستيريور وان ثيرد، اهي يا دكتور اللي انت شايفها قدامك دلوقتي. والفوليات بابيلي طبعا مش موجود، موجوده في الرابت واحنا ما عليناش، يعني احنا طب بشري اعتقد يعني. طيب احنا كده قارنا من حيث ايه؟ سايت. تعال نقارن من حيث الشكل، قلنا الشكل بتاع الفيليفور من اسمها كونيكال مخروطيه الشكل. طب الفانجي فور نعمل من اسمها برضه مشروم لايك، يعني ايه؟ يعني راوند وفي بيزل كونستريكشن، في العرض بتاعها قليل من تحت وكبير من فوق، برود من فوق. طيب السيركم في الليل يقول لك يا دكتور دي راوند ولارج وسراوندد باي ايه؟ جروف او فالي، من اسمها يا دكتور سيركم في الليل، ما فيهاش اختراع، احنا ما بنخترعش هيستولوجي. الهيستولوجي شرح نفسه. اعرف بس معنى الكلمه. طيب الفوليت بابيلي قال لك يا دكتور دي بتبقى عباره عن بارل رينجز وجروفز بس، يعني ايه؟ يعني حاجات متوازيه، بروجيكشنز متوازيه مع بعضها، متوازيه مع بعضها، ما لهاش اي فيتشرز معينه، هي حاجه متوازيه كده مع بعضها، بارل رينجز اند جروفز اوف برود بروجيكشنز. طيب تالت حاجه في المقارنه عندنا النمبر،
ما ذكرش في الكتاب الا النمبر بتاع حاجتين بس، قال لك ان الفيليفورم هو الاكثرهم في النمبر، وده طبيعي يا دكتور لان واخد الانتيريور تو ثيرد اوف دورزال اوبتام كله كامل. والسيركم في الليت قال لك ان عددهم من 6 ل 14 بس، وبيبقوا موجودين فين زي ما قلنا؟ عند الجنكشن بتوين انتيريور تو ثيرد اند بوستيريور وان ثيرد. يا دكتور هو اللسان بنستخدمه ليه؟ الجي اي تي يعني استفادته، استفاده اللسان اللي بنطلع منه. يا دكتور احنا بنتذوق باللسان. يبقى في مستقبلات تذوق. مستقبلات التذوق ديت عندنا اسمها تيست بود. تيست بود. بيقول لك يا دكتور ان مش كل البابيلي فيها تيست بود، ومش كل البابيلي الانواع ديت فيها نفس العدد من التيست بود. على سبيل المثال الفيليفورم بيقول لك ان ما فيهوش تيست بود. مش ممكن. مش ممكن، معلومة خطيرة. معلومة خطيرة جدا. أنت بتقول يا دكتور، أنت بتضحك علينا. إزاي التيست بات مش موجودة في الفيليفورم بابيلي، والفيليفورم بابيلي هي اللي مالية الأنتيريور تو ثيرد أوف تانج. إزاي؟ يعني إذا كان اللسان للتذوق، وأنت جايب لي الأكتر أكتر نوع من البابيلي، الأكتر الأكتر كثافة، مش موجود فيه تيست بات؟ مش موجود فيه مستقبلات تذوق؟ ايوه يا دكتور مش موجود. ليه؟ لان مستقبلات التذوق حصري، مش موجوده في اللسان فقط، موجوده في اجزاء تانيه هنقولها مع التيست بقى. خلاص يا دكتور اوعى الشيطان يلعب في دماغك. الفيليفورم اكثر من كثافه لكن ما فيهوش تيست بقى. نيفر تو هاف تيست بقى. بيقول لك يا دكتور ان الفانجيفورم فيه تيست بات بس شويه صغيرين. على فكره يا دكتور من الصور اللي قدامك التيست بات هي الحاجات المدوره ديت اللي في الميثيليوم لو انت ملاحظ. ده شكل التيست بات. هنكبرها دلوقتي لما نيجي نشرح التيست بات. يبقى التيست بات في الفانجي فورم بابيلي فيه تيست بات. طيب السيركم في الليت دي فيها بقى نيومرس تيست بات، فيها تيست بات كتير جدا. واديك شايف الصوره الكثافه. فرق كده؟ الصوره الفيلي فورم مفيش، فانج فورم في بس قليل، الفيلي فور السيركم فيليت مليانه والفوليات مليان، بس الفوليات طبعا مش عندنا ايه؟ احنا ريديومنتري عندنا. طيب بتتكون من ايه؟ البابيلي كلها بتتكون من ايه؟ قال لك قلنا كفرنج ابيثيليوم اللي هو ستراتيفاتي سكويمس بارشال كراتينايز، في البعض كراتينايز وبعض مش كراتينايز، والكور من الكونكتيف تيشو. هنزود بس كلمتين لاثنين منهم. الفيليفورم بابيلي هنقول ان في بيحصل بيبقى في موجود كمان سكندري بابيلي، يعني البابيلي الفيليفورم بابيلي يطلع عليها كمان بابيلي فوقها. الفانجي فورم بتبقى هايلي فاسكولارايز بس، يبقى لما في الاستراكشر بتاع اي طيب من البابيلي هتقول له ايه؟ كفرنج ابيثيليوم بارشال كراتينايز ستراتيفايد سكومات ابيثيليوم كور من الكونكتيف تيشو في ايه؟ بلاد سبلاي ونيرف سبلاي وجلان كالعاده. وهنزود في الفيل فورم في سكندري بابيلي وفي الفانج فورم هايلي فاسكولار. قلت انا ايه يا دكتور لحد دلوقتي في التانج؟ قلت انا ايه لحد دلوقتي في التانج يا دكتور؟ قلت التو سيرفيس بتوعه، تو سيرفيسز بتوع التانج، وبعدين رحت على طول على الدورزال سيرفيس وخدت فيه اول حاجه هندرسها اللي هي اللينجوال بابيلي ناقص لي اللينجوال جراب. بس انا لسه اصلا ما كملتش اللينجوال بابيلي. انت يا دكتور شرحت انواع اللينجوال بابيلي وفرحان قوي وانت بتشرح. طيب وقلت لنا ان في حاجه اسمها مستقبلات تذوق اللي هي تيست بات. عرفنا بقى ايه هي التيست بات دي يا دكتور؟ تيست بات مستقبلات التذوق او حلمات التذوق. ديفينيشن نيورو ابيثيليال فلاسك شيب بوديز. لا تاني نيورو ابيثيليوم، ده نوع من الابيثيليوم خدناه في الفرقه الاولى، خدناه واحنا في سنه اولى. نيورو ابيثيليوم ابيثيليوم عادي بس فيه نيرف اندنج متصل بيه. فلاسك شيب، فلاسك شيب يعني حاجه مطاوله كده. فلاسك شيب باديز اللي هي او سيلز خلايا، يبقى نيورو ابيثيليوم فلاسك شيب سيلز. طيب اهميتها ايه؟ concerned with taste sensation. دكتور ده الديفينيشن نيورو ابيثيليال سيل فلاسك شيب
concerned with ايه؟ taste sensation. طيب المكان موجودة فين؟ دكتور انا لسه قايل لك معلومة دلوقتي في منتهى الخطورة، ان التذوق حلمات التذوق مش موجودة على اللسان بس، على غير العادة. الناس كلها عارفة ان حلمات التذوق او الواحد بيتذوق بلسانه فقط. لا يا دكتور، ده في اربع اماكن مختلفة موجود فيها حلمات للتذوق. اول مكان لسه قايلين التنج، البابين اللي في التنج اللي هو بقى اللي كان في تيست بقى سيركم في الليل موست نيومرز، وبعدين فوليه مش في البني ادمين، وبعدين فنجي فور فيو في الفين فور مستحيل مفيش في الفين فور. ده اول مكان اللي هو التنج. رقم اثنين في السوفت بلد. يا دكتور انت التجويف في الفم اطلع فيه لفوق هتلاقي حاجه عمال تخبط في بون، ده اسمه هارد بلد. ارجع شويه لورا هتلاقي حاجه بقى بقت لينه شويه معاك كده واكنك داخل في حاجه سوفت، ده اسمه سوفت بلد. يبقى التنج والسوفت بلد. طيب الفارنكس البلعوم والابيجلوتس لسان المزمار، يبقى اربع اماكن موجود فيها مستقبلات او حلمات للتذوق اللي هي ايه؟ تنج وسوفت بلد وفارنز وابيجلوكس. تعالى يا دكتور انا قلت كده كلمتين لحد دلوقتي في التست بلد، ايه هما ديفينيشن و بليس المكان اللي موجود في التست بلد. تعالى يا دكتور، تعالى يا دكتور ندرس الهيستولوجي اوف تيست بلد. تيست بلد يا دكتور زي ما انت شايف كده قلنا نيورال ابيثيليا بتكون مجموعه من السيلز. اول سيل اسمها هير سيل، ليها اسم تاني لايت سيل، ليها اسم تاني جاستاتوري سيل. كلمة جاستاتوري بما انها الأصعب في النطق يعني حاجة ليها علاقة بالتذوق. جاستاتوري سيل يعني الخلية المتذوقة اللي ليها علاقة بحاسة التذوق. ده كلمة جاستاتوري لغوية. طيب هير سيل ليه؟ عشان فوقها مايكروفلار عاملة زي السيليا كده هير. طيب لايت سيل ليه؟ لان في سيل تانية محوطاها اغمق منها فمبينة ايه؟ ان التانية افتح، فدي اسمها ايه؟ لايت سيل. يبقى اول نوع من الخلية والمين سيل في التيست بارد او النيوروبيثيليال تيشو بتاع التنج جاستاتوري او هير او لايت سيل. بيقول لك يا دكتور في الصورة الفتحة دي اللي مشاور عليها ومسميها سنسوري سيل. بيقول لك يا دكتور ان السنسوري سيل، السنسوري سيل عباره عن ايه؟ كلها نيرف سيل فيها ابيكال مايكروفلاي بنسميها هير سيل. ليه؟ بتفتح فين؟ شفت يا دكتور الفتحه اللي بين الاستراتيفاتس كوناس ابيثيليوم بتاع البابيلي اللي هي الفتحه الصغيره اللي فوق دي بنسميها جاستاتوري بور، فتحه التذوق ديت اللي الاكل يا دكتور بيروح داخل عليها يحرك السيليا او الهير يروح شغال ايه؟ التذوق. يبقى كل لامبر سيل فيها ابيكال مايكروفيلاي بتفتح في الجاستاتوري بور. طيب البيزل بارت بتاع الخلايا دي، البيزل بارت بتاع الخلايا دي متحوط او تحته نون مايلينيتد نيرف اندنج. ليه؟ يا دكتور هي مش دي تذوق؟ هتروح بقى للمخ عشان يحس بطعم الاكل اللي بناكله، وضع طبيعي جدا. يبقى في الخلايا ايه؟ نيرف اندنج. امال نيوروبيثيليا ازاي؟ خلاص يبقى اول نوع والمين سيل في الخليه دي اللي الكل بيخدم عليها هي الجاستاتوري سيل او الهير سيل او اللايت سيل. تمام؟ تمام. الجاستاتوري سيل دي يا دكتور متحوطه بنوع تاني من الخلايا، متحوطه من جميع الاتجاهات بنوع تاني من الخلايا سبورتنج بيدعم الخليه دي، او سستنتيكولار اللي هي سبورتنج برضه، او دارك سيل. هي نفس الشكل يعني هدعمها ازاي وانا شكلي مختلف عنه؟ تقول كلها مرسل فيها ابيكال مايكروفلار بيزا الموجات النوكليا، بس في هل فيها نيرف اندنج؟ لا يا دكتور ما فيهاش نيرف اندنج لان دي مش سنسور. خلاص؟ طب ايه وظيفتها؟ سبورتنج بس، تعمل سبورت للسنسور اللي هي الجاستاتري بس. ثالث نوع
اللي موجود في اي نسيج نيوروبيثيليا بيزل سيل. بيزل سيل ديت يا دكتور زي ما احنا خدنا في الريسبيراتوري برضو، هي عباره عن ايه؟ سمول اندفرنشيتد سيل، ما فيهاش اورجانيلز كتير وكبيره في الحجم. طب فايدتها ايه؟ بتشتغل كستيم سيل، بنصنع منها السنسوري ويل او الجستاتوري ويل السستنتيكولار سيلز. بس دول الثلاث انواع. بص كده للصوره يا دكتور، الحاجه اللي فوق دي اسمها ايه؟ جستاتوري بول، وبعدين السنسوري سيل وسبورتنج سيل اللي هي السستنتيكولار، وبعدين اخر حاجه النيرف اندنج تحت اهي، وبعدين البيزل سيل في الاخر. تبقى موهوم يا دكتور وتبقى موهوم يا دكتوره لو افتكرتوا ان الجستاتوري سيل هتبان تحت الميكروسكوب. لا ما تبانش. ليه؟ متحوطه بال سبورتنج او سستنتيكولار سيل، متحوطه بيها، امال تبقى داعمه ليها ازاي؟ مقفوله. طب انا دلوقتي الصوره دي انا شايفها ازاي؟ انا شلت السستنتيكولار سيل من على بعض الجستاتوري سيل عشان اقدر اشوف الجستاتوري سيلز. خلاص؟ امال تبقى داعمه ازاي يا دكتور؟ قلت ايه انا دلوقتي يا دكتور؟ اتكلمت عن التيست بقى. اخر حاجه في اللينجوال بابيلا. اتكلمت عن ديفينيشن نيورو ايبيثيليال فلاسك شيب سيل كونسيرند ويز تيست سنسيشن. موجوده في اربع اماكن: تانج، سوفت بلد، فارنس، وابيجلوتس. بتتكون من ثلاث انواع من الخلايا، بتوضحهم الشكل، بيوضحهم الشكل. جاستاتوري سيل، المين سنسوري سيل، كولومنر سيل، وفيها ابيكال مايكروفلاي، بتفتح في الجاستاتوري بور، فيها النون مايلينيتد نيرف اندنج في الاخر. سستنتيكولار سيل او دارك سيل، تور كولومنر سيل، فيها ابيكال مايكروفلاي وبيزل الانجيتد نيوكلياي، وفائدتها السبورتنج فقط. واخيرا بيزل سيل اندفرنشيتد سيل بور اورجانيلز لارج ان سايز وستيم سيل للاذر سايد للاذر تايبس، بتكون الانواع الثانيه. دكتور انا تهت منك، انت عمال تدخلني في جزء من جزء، تعال نجيب من الاول تاني. ادي اللسان، خدت فيه ساجيتال سيكشن، اديتك الدورزل والفنترال سيرفس، وبعدين الدورزل قلت لك هناخد فيها لينجوال بابيلا و لينجوال جلاند. خدنا لينجوال بابيلا، اتكلمنا عن لينجوال بابيلا وانواع اللينجوال بابيلا. بيقول لك يا دكتور اللينجوال بابيلا ديت بعض منها في حاجه اسمها حلمات تذوق تيست بار. خدت انا حلمات التذوق ديت في صوره، وقمت انا ايه؟ على اليمين اهي، وقمت انا شارحها. يبقى احنا كل ده بنتكلم في عنوان اسمه ايه؟ لينجوال بابيلا. فين؟ في الدورزل سيرفيس اوف تان. تعال ناخد العنوان اللي بعده، لينجوال جلاند. لينجوال جلاند يا دكتور، اللينجوال جلاند هنشوفها فين؟ قال لك ممكن تشوفها في الفنترال سيرفيس وممكن تشوفها في الدورزل سيرفيس. طيب الفنترال سيرفيس هتشوف جلاند بتطلع ميوسين وسيرس، يبقى ميكس كلام. الدورزل سيرفيس هتشوف فين؟ هتشوف جلاند ماسكه في لينجوال بابيلا، وهتشوف جلاند في البوستيرور وان ثيرد. يبقى الجلاند اللي ماسكه في البابيلا وضع غبيه دي في الانتيرور تو ثيرد، لان البابيلا اصلا مش موجوده الا فين؟ في الانتيرور تو ثيرد. والنوع الثاني من الجلاند اللي في الدورزل سيرفيس في البوستيرور وان ثيرد. استولى يا دكتور حاجه مهمه جدا، احنا قلنا ان الدورسال سيرفيس فيرم ادهيرنت و رف، صح؟ صح يا دكتور. طب انت قلت لي ان سبب الرفنس ده البابيلا، وانا صدقتك يا دكتور. ايوه قلت لك كده. طب انت قلت لي كمان ان البابيلا ديت موجوده في الانتيريور تو ثيرد بس، طب ايه سبب الرفنس في البوستيرور وان ثيرد؟ نوع من الاميون جلاند، لينفويد جلاند، اسمها تونسل. تونسل يا دكتور، لينجوال تونسل، هي ديت اللي بتعمل الرفنس بتاع البوستيريور وان ثيرد. لما تتكلم عن الجلاند اللينجوال جلاند في الدورسال سيرفيس اوف تان، عندنا اول جلاند فون ادنر جلاند
موجودة فين؟ في الانتيرور تو ثيرد، موجودة فين؟ تحت السيركم فيليت بابيلي، تحت السيركم فيليت بابيلي. والفتحات بتاعتها والتيوبس بتاعتها والدكت بتاعتها بتفتح فين؟ في الفالي، في الجروف اللي حوالين او داير داير حوالين الايه؟ السيركم فيليت. خلاص يا دكتور؟ طيب فون ايبنر ده مش اسم واحد، هو جزء منه اسم واحد. فون ديت يا دكتور يعني من سلالة شريفة، اسم ألماني، وكلمة فون لما تسبق الاسم بيبقى معناها ايه؟ من سلالة شريفة. إنما اسم الشخص ايه؟ ابنر. خلاص؟ يبقى فون ابنر يعني زي السيد ابنر مثلا. فون ابنر جلاند موجودة فين؟ في الأنتيريور تو ثير. فين في الأنتيريور تو ثير؟ بينيث أو أندرنيث الايه؟ السيركم فيليت بابيلي. الضغط بتاعتها بتفتح فين؟ في الفالي اللي حوالين البابيلي. طيب تاني نوع، تاني نوع يا دكتور هو اللي موجوده في البوستير وان ثيرد. طب موجوده فين في البوستير وان ثيرد يا دكتور؟ بيقول لك يا دكتور موجوده في اللينجوال تونسل، يعني موجوده في البوستير وان ثيرد والضغط بتاعتها بتفتح في اللينجوال تونسل. فين في اللينجوال تونسل؟ في حاجات داخلة لتحت كده، نازلة لتحت في اللينجوال تونسل اسمها كريبت، الكريبت بتاع اللينجوال تونسل. يبقى الجراند اللي في البوستير وان ثير بتفتح فين؟ في الكريبتس بتاعة اللينجوال تونسل. طب نوع الجراند اصلا، نوع الجراند اصلا بتاعة البوستير وان ثير دي ايه؟ ميوكس جراند. طيب والفون ابنر سيرس جراند. يبقى الفون ابنر سيرس جراند موجودة underneath circumvallate والضغط بتاعتها بتفتح فين؟ في الفالي او الجروف او الترنش. الميوكس جلاند اللي موجوده في البوستيريور وان ثيرد في التانج الضغط بتاعتها بتفتح في الكريبتس اوف لينجوال تونسل. الكريبتس بتاعت ايه؟ اللينجوال تونسل. دكتور انا خلصت التانج. هو التانج حلو الرسمه، مشيت مع الرسمة فهمت الدنيا. ادي اللسان قمت قاطع فيه ساجدا، اداني ايه؟ الرسمة اللي انت شايفها. الرسمة اللي انت شايفها دي قمت واخد منها الاربع انواع بتوع البابيل وحطيتهم لك في جنب. وبعدين الاربع انواع بتوع البابيل في منهم له تيست، برضه قمت واخد التيست برضه واحدة منهم وعرضتها لك. خلاص؟ ادي اللينجوال البابيل بتاع الدورز اوف سيرفيس. وبعدين اللينجوال جراند قلنا في الفنترال سيرفيس وفي الدورزال سيرفيس. قلنا الفنترال ميكسد والدورزال، في عندنا سيرس اللي هي الفون ابنر، في عندنا ميوكس اللي هي في البوستيريور وان ثير. خلاص يا دكتور ادي التانج خلص. يبقى ادي ثالث كونتنت من اورال كافيتي. قلت انا ايه في الاورال كافيتي؟ قلت اللبس، قلت الشيكس، قلت التانج. اللي بعده التوث، التوث والجنجايفا. التوث والجنجايفا اللسان، السنان واللثه. بيقول لك يا دكتور هناخد كل واحد لوحده. حلوه قوي التقسيمه دي. قال لك التوث يا دكتور السنان عباره عن حاجتين، كرون وروت. كلمه كرون يعني تاج او قمه الشيء، اعلى حاجه في الشيء، يعني الحته العاليه. بص يا دكتور على الرسمه، شوف الكرون. ده هو اللي بارز، ده اللي بارز جوه التجويف، انما الباقي كله تحت مش شايف. انا مش شايف، انا واخد فيه كورونا سيكشن عشان اشوفه، انما اصلا لو كانت الدنيا مقفوله ما كنتش هشوف. يبقى الجزء اللي باين هو ايه؟ الكرون. واللي تحت خالص ده بنسميه الروت. خلاص يبقى قسمنا التوس لجزئين، كرون وروت. الكرون يا دكتور بيتكون من جزئين او ثلاث اجزاء. اول جزء انيما او انيمال. الانيمال ديت يا دكتور معناها بالعربي طلاق، الجزء الخارجي. شفت يا دكتور الرسمه؟ بص الرسمه، اصل التوث والجنجايفا حلهم الرسمه. فهمت الرسمه وحفظت شكلها يبقى انت جاوبت وفهمت معنى الكلام. انيمال يعني ايه؟ يعني الطلاق، الجزء الخارجي. يا دكتور شوف الجزء اللي طالع الابيض. صح كلام تمام، طلاق الخارجي. طب الطلاق ده الانيمال ده عباره عن ايه؟ عباره عن هايلي مينرالايزد تيشو اللي هو نسيج فيه معادن كتير جدا وقوي جدا على فكره.
يعني اقوى من البون كمان. طيب تحت الانيمال ديت بنلاقي في حاجه اسمها دنتين، ده العاج. المعنى اللغوي بتاعه العاج بتاع السنان، ده صلب السنه يا دكتور، ده الصلب بتاع القلب بتاع الصلب اللي جوه، حاجه في منتهى القوه، في منتهى المتانه، فيري هارد، عشان كده اطلق عليها دنتين يعني العاج. ده اللي تحت، وفي الاخر خالص تحتها تحت الدنتين ده بلب كافيتي اللي بيبقى فيه ايه السنسوري نيرفز بقى والبلاد سبلاي والكلام ده. دكتور هو في بلاد سبلاي اصلا في السنه؟ جرب تشيل كده ضرسك وشوف هيحصل لك ايه. هتسمع الصوت يعني لو واخد واحد قريبك هتسمع الصوت بتاع الالم بتاعه من على بعد شارعين ثلاثه كده. وجع السنان ده فظيع، هايلي انرفيتد طبعا. طب النيرف والفيزيت دي موجوده فين؟ في البلب كافيتي دي. يبقى انا قلت الكرون ثلاث اجزاء، انيمال جزء خارجي، الطلاق رقم اثنين دنتين اللي تحته العلاج، رقم ثلاثه البلب كافيتي اللي فيه بلاد فيسل والنيرفز. خلصت الكرون. الروت، الروت يا دكتور بيتكون من ايه؟ قال لك ان الروت ده داخل في عظم. ايوه انت لو شفت السنه بيبقى في مكانها كده، المكان بتاعها ده اصلا في العظم، العظم نفسه بيبقى داخل في العظم، بنسميها ايه؟ الفيلر رينج، حته العظم اللي بيدخل فيها السنه دي بنسميها الفيلر رينج. طيب والسنه واللي حواليها من العظم بنسميها الفيلر ساك او الفيلس. تمام. بيقول لك يا دكتور ان الريتشز ديت او البوني بليتس ديت اللي هي اصلا مش تبع السنان بتبقى في الجزء بتاع اللي قصاد الشفه وقصاد الخدود بتبقى ثينر، انما قصاد اللسان والبلد بتبقى ثيكر. هو عايز ياكد لك حاجه، اللي في وش التشيكس والشفايف بتبقى سينر بوني بليد، الريدجز دي بتبقى سينر من الاسبكت ده من الاتجاه ده، انما من جوه بص كده على البوني بليد في اي سكان من جوه هتلاقيه ثيكر، انما من بره البوني بليد بتاع الريدج ده اللي بيدخل فيه السنه هتلاقيه ثينر. يعني معلومه مالهاش لازمه. بيقول لك يا دكتور ان الروت بتاع السنه بيبقى متحوط باسمنت، طبقه اسمنت، سمنتم، سمنتم يعني اسمنت على فكره، حاجه قويه جدا تحميه، تحمي الروت. يبقى الروت متحوط بطبقه اسمنتيه اسمها سمنتم، السمنتم دي بتمسك في البول بتاع الريتش، البول اللي بتدخل فيه السنه عن طريق حاجه اسمها ايه؟ بيري اودنتال ليجامنت. ده قمه التدعيم يا دكتور، قول سبحان الله. شوف روت في منتهى القوه، روت في منتهى القوه محوطينه بعظم، والعظم والروت ده حواليه اصلا اسمنت، والاسمنت ماسك في العظم بايه؟ ليجامنت. ليجامنت دي حاجه جامده جدا، بيري اودنتال ليجامنت. خلصت التوث يا دكتور، كرون ورود. الكرون ثلاث اجزاء، انيمال ودنتين وبلب كافيتي. طيب الروت عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء اللي تحت اللي مش باين خالص ده بنسميه روت. عباره عن ايه بقى؟ في حواليه سمنتا والبون ريجز اللي بيدخل فيها والبيري اودنتال ليجامنت. كده التوث خلصت. ناخد الجنجايف. الجنجايفا ديت يا دكتور دي ميوكس ممبرين بيغطي الابر بارت اوف الفيلر ريدج، بيغطي الابر بارت اوف الفيلر ريدج، بنسميه الجنجايفا اللثه. يبقى هي الميوكس ممبرين بتاع الاورال كافيتي بيطلع يغطي الريدج بنسميها جنجايفا. خلاص. الجنكشن ما بين الكرون والروت، الجنكشن ما بين الكرون والروت عنده الجنجايفا بتكون كف، بتكون دراع قوي جدا يحمي الريدج بتاع التوث. صلي على الجنجايفا في الجنكشن ما بين الكرون والروت بتعمل فين او تايب بروتكشن كاف،
حوالين التوث من تحت. طيب لما اعمل بروتكشن كاف هسيب مسافه، المسافه ديت يا دكتور اللي بين الجنجايفا و الانيمال بتاع الكورون بنسميها جنجايفال سيرفيس، جنجايفال سيرفيس يعني شق اللثه، الحته اللي بتبقى اللثه فيها مش متصله بالبول اهي حوالين السنان كلها. لو بصيت فيها هتلاقي ان الجنجايفا ايوه لازقه على البول بس سايبه حته بسيطه قوي بوتنشال سبيس. بوتنشال سبيس ده بنسميه جنجايفال سيرفيس. ناخد ريست 5 دقايق ونكمل ان شاء الله. قبل البريك كده فتره اتكلمنا عن التوث والجنجايفا، وقلنا ان التوث عباره عن ايه؟ عن كرون ورو، والجنجايفا هي ايه؟ ميوكس ممبرين حوالين الروت بتاع الايه؟ التوث. الكونتنت اللي بعده من الاورال كافيتي، بعد ما قلنا الليب تشيك والتشيك والتانج والتوث والجنجايفا، اخر حاجه يا دكتور من الاورال كافيتي هي البلد. دكتور انت واجع دماغنا من اول المحاضره، عمال تقول لنا البلد واعلى الفم واقل الفم وحاجات غريبه قوي كده، ما تورينا صوره. بص يا دكتور ادي الصورة، شايف يا دكتور اللسان فوق كده حتة متغلفة بحاجة بيضة، الحاجة البيضة دي هي العظم، ده اسمه هارد بلد. الحتة اللي وراها الحمرا ديت هي السوفت بلد. يبقى دي نوعين البلد اللي موجودين واللي هندرسهم على هيئة مقارنة. بص يا دكتور على الصورة اللي فوق ديت، ستراكشر اوف هارد بلد وسوفت بلد. بص للصورة، أنا عملت إيه؟ أنا قمت واخد ساجيتال سيكشن في الرأس، وبعدين كمان ساجيتال سيكشن، بارا ساجيتال سيكشن، وسبت حتة بس، حتة بسيطة بتاعة البلد، سبت حتة البلد دي بس، وبعدين حضرتك بتبص عليها. إيه اللي أنا شايفه؟ شايف هارد بلد، الجزء الهوريزونتال ده، وفوقه النوز، وتحته الأورال كافيتي. وبرضه السوفت بلد فوق الحته اللي هي النازله دي، النوز والسوفت والاورال كابل. يبقى لما نيجي نتكلم عن الابيثيليوم بتاع الهارد بلد والسوفت بلد، يبقى نتكلم عليه من تو اسبيكتس، من النيزل اسبيكت والاورال اسبيكت. النيزل اسبيكت في الاثنين واحد، اللي هو ريسبيراتوري ابيثيليوم سود ستراتيفايد كولامنر سيليتد وجوبلت سيل. الاختلاف في الاورال اسبيكت ابيثيليوم، الاورال اسبيكت بتاعت الهارد ما هي حاجه هارد دابون يا دكتور. يبقى احنا زي ما قلنا في الاول بارشال كراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. اما السوفت بلد عشان مش هارد مش بون، فالابيثيليوم بتاعه هيبقى نان كراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. الاثنين فيهم كونكتيف تيشو كوريوم، ما هو ميكوزا كونكتيف تيشو ايه؟ كوريوم. الوحيد اللي عنده سب ميكوزا في الاورال سايد بس هو السوفت بلد. يبقى الهارد بلد عنده كونكتيف تيشو كوريوم وسب ميكوزا اللي هي عباره عن كونكتيف تيشو برضه من التو سايد، من التو اسبكت اللي هو النيزل والاورال. انما السوفت بلد في كونكتيف تيشو سب ميكوزا تحت الميكوزا في الاورال اسبكت بس. طيب اللي هون يا دكتور اللي فيه عضم الهارد، نوع ايه العضم؟ سبونجي، خلاص بيعمل الميدل لاير، يبقى فوق ابيثيليوم وتحت ابيثيليوم وبينهم ميدل بول، ده في الهارد. طب فوق ابيثيليوم وتحت ابيثيليوم وبينهم مصل، يبقى انت بتتكلم في ايه؟ في سوفت بال. دكتور خلصت السوفت بال كده، خلصت الابر ابر جي اي تي. احنا قلنا الابر جي اي تي كان حاجتين، اورال كافيتي و فانكس اللي هو البلعوم. انا دلوقتي خلصت الايه؟ الاورال كافيتي بالكونتنت بتاعته. قلت ايه في الاورال كافيتي؟ قلت فانكشن، قلت هيستولوجي، قلت كونتنت، ودرست كل كونتنت منه. هدخل بقى يا دكتور على الفانكس، هنجيب نفس الصوره
بص يا دكتور، الفارنكس هي تكملة للنوز بالعوق ونازلة، ده تيوب متصلة لتو سيستمز، ريسبيراتوري سيستم اند جاسترو انتستينال سيستم. بيقول لك يا دكتور ليها 3 اجزاء، اول جزء واعلى حاجة فيها نيزو فارنكس، ده جايب نهاية النوز كده هو نازل، يا دوب كده نزل الكبد اهوت وخرجت منه لقيت بدايه الانبوبه نيزوفارينكس، وبعدين انزل تحتها شويه لقينا اوروفارينكس. ليه اوروفارينكس؟ يعني تبع الاورال كافيتي قصاد نهايه اللسان، يا دوب لسه هنزل بقى من اللسان اهوت الاكل، اول ما ينزل على طول من اللسان يبقى ده الاوروفارينكس. طيب وبعدين هننزل تحت كمان شويه هنلاقي لارينجيوفارينكس اللي قصادها اللارينكس، يبقى لارينجيو فارنكس اللي قصاد ايه؟ اللارنكس، واللارنكس ديت ايه؟ تيوب بينزل فيها الهواء طبعا ريسبيراتور سيستم، فهي عشان قصاد اللارنكس سميناها لارينجيو فارنكس. احنا عندنا 3 اجزاء من الفارنكس، نيزو فارنكس، اور فارنكس، اند لارينجيو فارنكس. تعالى نتكلم عن الميكوزا. الميكوزا يا دكتور ابيثيليوم وايه؟ وكونكتيف تيشو كوريوم. الابيثيليوم بتاع النيزو فارنكس مختلف عن الاورو واللارينجيو. النيزوفارينكس ريسبيراتوري ابيثيليوم سودو ستراتيفايد كولامبر سيجيتد ابيثيليوم وسبوتد سيلفا، طبعا ريسبيراتوري يا دكتور نيزو. اورال اوروفارينكس ولارينجوفارينكس الاثنين نان كيراتينايز ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم. يا دكتور الانبوبه دي فاتحه، الانبوبه دي يا دكتور فاتحه، الانبوبه دي يا دكتور فاتحه على ال، الانبوبه دي يا دكتور فاتحه على الشارع، فاتحه على الشارع، وضع طبيعي ان يبقى الابيثيليوم بتاعها ايه؟ سودو استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم نان كيراتينايز، لازم يبقى اقوى انواع الابيثيليوم اللي هو الاستراتيفايد، اي فتحه على الشارع لازم تبقى استراتيفايد سكوماس، ملهاش حل. كونكتيف تيشو كوريا في ايه؟ كونكتيف تيشو، وايه كمان؟ البلاد فيسل والنيرف وشويه جراند اللي هي ميوكاس وايه؟ وسيروس وشويه لينفويد تيشو، كلام فاضي، السكيما الواضحه بتاعت اي كونكتيف تيشو. وبعدين المصل يا دكتور، تالت حاجه في الفارنكس في سيفرال لايرز اوف سكيليتال مصل. بس هو ده الفارنكس يا دكتور، قلب العوم بقى باجزائه الثلاثه نيزو فارنكس واورو ولارينجو، الاختلاف ايه في الابيثيليوم؟ النيزو سودو ستراتيفات كولونر سيليير، والاورو واللارينجيو نان كيراتينات ستراتيفات سكوماس ابيثيليوم. الكوريوم نيو الكونكتيف تيشو فيه ميوكاس وسيروس جلاند ولينفويد تيشو. المسل سيفرال لايرز اوف سكيليتال مسل، سيفرال لايرز اوف سكيليتال مسل. خلصت يا دكتور الابر جاسترو انتستاينال تراكت اللي هو كان ايه؟ اورال كافيتي وفارد. ندخل بقى يا دكتور على الاليمنتري كانال، وركز قوي في الكلام الجاي ده في منتهى الاهميه. اي جزء في الالمنتري كانال له تركيبه وسكيم واضحه في اغلبها ثابته لاي جزء من الالمنتري كانال. بيقول لك يا دكتور اي المنتري كانال بيتكون من ميكوزا ومسكولوزا وادفنتيشيا. الميكوزا احنا قلنا اي ميكوزا بتتكون من ايه؟ ابيثيليوم ولامينا بروبريا. طب ايه رايك يا دكتور ان الاليمنتري كانال القناه الهضميه بيبقى فيها طبقه من العضلات بتدخل بين اللامينا بروبريا، فبتقسم الكونكتيف تيشو بتاع اللامينا بروبريا لجزئين، جزء تحت الابيثيليوم على طول بنسميه كونكتيف تيشو كوريوم، وبعدين طبقه المصل اللي هي بتبقى تبع الميكوزا فبنسميها ماسكولاريز ميكوزا، وبعدين كونكتيف تيشو بقيه اللامينا بروبريا تحت بنسميه ايه؟ سب ميكوزا. يبقى في مشكله احنا حليناها، قلنا لك ان الميكوزا هنا بتتكون من اول المنتري كانال تتكون من 3 اجزاء، ابيثيليوم كونكتيف تيشو كوريوم وماسكولاريس ميكوزا، وتحت الميكوزا بقيه اللامينا بروبريا كونكتيف تيشو سميناها سب ميكوزا، وبعدين الماسكولوزا العاديه، وبعدين الادفنتيشيا، شويه كونكتيف تيشو في الاخر كده. دكتور الماسكولاريس ميكوزا عملت ايه؟ قسمت لي اللامينا بروبريا لاثنين كونكتيف تيشو ليا، كونكتيف تيشو كوريا اللي في الميكوزا والصب ميكوزا كونكتيف تيشو.
يبقى احنا قلنا دلوقتي يا دكتور ميكوزا، صاب ميكوزا وماسكلوزا وادفنتيشيا. الميكوزا ابيثيليا كونكتيف تيشو كوريا وماسكولاريز ميكوزا. دكتور الماسكولاريز ميكوزا هي اللي بتدي للالمنتري كانال كله وضع الفولدنج اللي بيبقى ايه؟ عامل بروجيكشنز كده وملفوف حوالين بعضه. هي دي السبب الماسكولاريز ميكوزا الانقباضات بتاعتها. الصاب ميكوزا يا دكتور ده كونكتيف تيشو عادي، بيبقى فيه بلاد فيسل اللي هي السكيما اللي قلناها والليمفاتيك، بس النيرف هنا عامل تجمعات عصبيه، شبكات عصبيه بنسميها ايه؟ ميزنرز بليكسس اوف نيرفز، ميزنرز بليكسس اوف نيرفز، مهمه جدا. يبقى الصاب ميكوزا كونكتيف تيشو عادي بنفس السكيما بس فيها ميزنرز بليكسس اوف نيرفز، ميزنرز بليكسس اوف نيرفز. طيب الماسكولوزا يا دكتور الوضع الطبيعي ان الماسكولوزا بتبقى لير واحد بس من واحده بس من المسل او اكتر من لير من نفس الشكل. قال لك لا يا دكتور من هنا ورايح اقل تقدير هيبقوا 2 لير، ممكن يزيدوا في بعض الاجزاء انما ما يقلوش 2 لير، انر سيركولار لير واوتر لونجيتيودينال لير. بينهم الاثنين يا دكتور بلاقي شبكه وضفيره عصبيه اسمها اوربخ بليكسس، اوربخ بليكسس ده اسم الخواجه يا دكتور اللي اكتشفته، اوربخ بليكسس ده ضفيره عصبيه بتغذي الانر سيركولار ماسكولوزا والاوتر لونجيتيودينال ماسكولوزا. طب المسل الماسكولاريز ميكوزا قلنا بتعمل فولدنج، طب ايه السبب؟ طب المسل الماسكولوزا دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل بريستالتيك موفمنت، ولا زمان يا جي اي تي، بريستالتيك موفمنت. بريستالتيك موفمنت فيسيولوجي يا دكتور، فيسيولوجي هتاخدوها في فيسيولوجي في الجي اي تي لو ما كنتوش خدتوها. بريستالتيك موفمنت يا دكتور اللي هي بنحرك بيها الاكل على طول القناه الهضميه، العضله تنقبض تروح الاكل نازل والثانيه منبسطه وبعدين لما يوصل لها الاكل منقبضه وهكذا، دي اسمها بريستالتيك موفمنت. بريستالتيك موفمنت دي سببها ايه؟ الماسكولوزا، اما الفولدنج سببها ماسكولاريز ميكوزا اللي في الميكوزا. الادفنتيشيا قلنا دي شوت كونكتيف تيشو معاهم فات سيل موجودين في الاخر خالص، ده في الوضع الطبيعي. انما يا دكتور في بعض اجزاء القناه الهضميه الالمنتري كمان بيبقى متحوطه ببريتونيوم، هو البريتونيوم ده بيحل محل الادفنتيشيا اللي هو الفيسرال لاير بتاع البريتونيوم، واحنا عارفين البريتونيوم ده ايه؟ تو لايرز، بارايتال لاير وفيسرال لاير. الفيسرال لاير هي اللي بتبقى مغطيه الجزء من الالمنتري كانال فبنستبدلها بالادفنتيشيا وبنسمي الجزء ده ايه؟ سيروزا او ميزوثيليوم. عباره عن ايه بقى؟ كونكتيف تيشو برضه بس فوق ايبيثيليوم، سيمبل سكويمس ايبيثيليوم او ميزوثيليوم بس. يبقى احنا يا دكتور لا ده ماشيين عادي مفيش بريتونيوم يبقى هنقول ادفنتيشيا. طب دخلنا في البريتونيوم يبقى هنشيل ادفنتيشيا ونحط السيروزا، خلصنا. السكيما ديت يا دكتور هتخلصك من الجي اي تي كله، لازم ولا بد ولا مفر ولا محيص ولا جدال ان او ان تبقوا حافظينها صم، تبقوا عارفين اللي فين. اول حاجه من الالمنتري كانال اسوفيجاس. اسوفيجاس يا دكتور، اسوفيجاس يعني ايه؟ يعني مريء. لما نيجي نجيب الاسوفيجاس ده هنلاقي تيوب، اروح انا واخد فيها كات سكشن، خدت كات سكشن ظهرت لي الصوره اللي على الشمال. مدوره. اهو انا بقى هاخد من الكات سكشن ديت يا دكتور جزء صغير كده هقطعه عشان تبان لي الصوره اللي على اليمين. عشان اقدر اوصف. اسوفيجاس يا دكتور. السكيما الواضحه ميكوزا، صاب ميكوزا، ماسكولوزا، وادفنتيشيا او سيروزا. الميكوزا بيقول لك يا دكتور ديفولدنج، وضع طبيعي. وضع طبيعي. امال مش تبقى فولدنج زي ما فيها ماسكولاريز ميكوزا، لازم تبقى ايه؟ فولدنج. الايبيثيليوم بقى يا دكتور انت لسه قريب من اللي بره، لسه قريب فمحتاج ايبيثيليوم قوي اللي هو نان كراتينايزد ستراتيفايد سكوماس ايبيثيليوم. ده اول جزء في الميكوز. طب الكونكتيف تيشو كوريا، يا دكتور نفس السكيما اللي انت بتقولها كل مره، كونكتيف تيشو في بلاد فيسل ونيرف بس يا دكتور مهم جدا، مهم جدا انك تعرف ان في جلاند بنسميها كارديا جلاند، جلاند دي موجوده في الميكوزا، في الكونكتيف تيشو بارت اوف ميكوزا.
كارديا جلاند. ايه التايب بتاع الكارديا جلاند دي؟ دي ميوكاس جلاند. شكلها ايه يا دكتور؟ شكلها برانش تيوبولر. يعني ايه؟ يعني عباره عن تيوبس متفرعه، كل تيوب تتفرع من اثنين وثلاثه. دي بقى تبقى اسمها ايه؟ برانش تيوبولر. طب ليه سميت يا دكتور كارديا جلاند؟ ما تقولش، ما تقولش يا دكتور انا عارف. يا سلام، ده احنا بنالف ضد برضه. كاردياك، انت سميتها كاردياك جلاند علشان هي عند الكاردياك تبع، يعني قريبه من القلب يا دكتور، صح؟ لا يا دكتور، فيتال ميستيك ان تدخل لدكتور في الاورام ويسالك يقول لك يا دكتور ليه سميناها كاردياك جلاند؟ تروح قايل له اصل هي قريبه من الكارديو فاسكولار. كلام فاضي، ده تاليف يا دكتور. سميناها كاردياك جلاند لانها شبه جلاند موجوده في الكاردياك ريجون اوف ستومك. ابدومين، ابدومين اناتومي، كاردياك ريجون اوف ذا ستومك، بدايه الاستومك بنسميها الكاردياك ريجون. اهو الجلاند بتاعت الاسوفيجاس دي سميناها كارديا جلاند لانها شبه جلاند فين؟ في الكاردياك ريجون اوف ذا ستومك. تمام يا دكتور. الماسكولاريز ميوكوزا اخر حاجه في الميوكوزا، عباره عن ايه؟ عباره عن لونجيتيودينال سموث ماسل فايبر. بص يا دكتور، بص يا دكتور، بص على الصوره اللي على يمينك كده. اما نيجي ناخد في لونجيتيودينال ماسل كات سيكشن هتبان لي على انها دوال. هنا اهي. بس يا دكتور الرسمه مبينه ان في كمان في طبقه كده فوقها. ما هو يا دكتور الرسمه دي جايبه لك اللور بارت اوف ذا اسوفجس. اللور بارت يا دكتور ما بتبقاش طبقه واحده، الماسكولاريز ميكوزا بتبقى طبقتين. ما احنا دخلنا بقى في الشغل الجامد، لازم يبقى في طبقتين جامدين عشان يعملوا فولدنج جامده، عشان يعني ازود السيرفس اريا. فهنلاقي في الابر اسوفجس طبقه واحده بس في الماسكولاريز ميكوزا لونجيتيودينال، في اللور اسوفجس يبقى انر سيركولار واوتر لونجيتيودينال. خلاص يا دكتور، ده الميكوزا ابيثيليوم كونكتيف تيشو كوريوم في كاردياك جلاند في منتهى الاهميه، و ماسكولاريز ميكوزا. دكتور سب ميكوزا نفس السكيما، كونكتيف تيشو، بلاد، ليمفاتيك نيرف، وجلاند زي ما قلنا هناك كارديا جلاند في الكونكتيف تيشو كوريا في ميكوزا. هنقول هنا اسوفوجيريال جلاند، اسوفوجيريال جلاند في السب ميكوزا. الاسوفوجيريال جلاند نوعها ميوكس جلاند نفس الثانيه، بس الثانيه كانت ايه؟ برانش تيوبيولار، انما دي كومباوند تيوبيولو الفلر. تيوبيولو الفلر يعني عباره عن تيوبس، انابيب وحويصلات مع بعض، الانبوبه منتهيه بحويصله اكتر من انبوبه، فكومباوند تيوبيولو الفلر برانش جلاند. بتفتح فين دي يا دكتور؟ بتفتح في اليوم. طب يا دكتور انت عمال تقول لي هنا في كارديا جلاند بتطلع ميوسين او ميوكس، وديت كارديا جلاند بتطلع ميوكس، وديت اسوفجيال جلاند بتطلع ميوكس. طب ايه فايده الميوكس؟ دكتور الميوكس بيشتغل كلوبريكانت. انت في حته الاسوفجاس لسه ما هضمتش قوي، فداخل لك اكل بقى، وفي ناس بتبقى بتحب ترمرم، الشعب المصري كله معروف بالرمرمه، يعني ياكل الحاجه بقى وما يهتمش بانه يعمل لها ماستيكيشن ولا مضغ، وهو بيبلع عشان يلحق ياكل اللي بعده. بتنزل حاجات جامده جدا محتاجه ميوكس علشان يعمل لوبريكيشن، يخلي الاكل يتزحلق في الاسوفجاس عشان يوصل المعدة. رقم اثنين هي المعدة ديت يا دكتور مش فيها حمض ال HCL؟ طب ما انا خايف يا دكتور ان ال HCL ده يروح طالع فوق مبهدل لي الاسوفجس، عامل جاسترو اسوفيجيال ريفلكس، يروح طالع ال HCL حارق الاسوفجس ده كله. هو كويس للاستومك، في الاستومك، الاستومك ما بتأثرش بيه، انما هيطلع الاسوفجس يحرق لي الاسوفجس كله يبهدله. فانا بجيب ميوكاس عشان يحميني من ال HCL وكمان يزحلق الاكل وهو ماشي في الاسوفجس. خلاص عرفنا ليه عمالين ناكد على حكايه الميوكاس جلاند النوعين الكاردياك والاسوفجيال. تمام، يبقى الميوكوزا ابيثيليوم وكوريوم وماسكولاريز ميوكوزا، الصب ميوكوزا كونكتيف تيشو وايه؟ واسوفجيال جلاند. ماسكولوزا يا دكتور؟ لا هي نفس السكيما، انر سيركولار واوتر لونجيتيودينال، بس بيقول لك يا دكتور ان ابر وان ثيرد بتاع الاسوفجس سكيليتال ماسل. طيب اللور وان ثيرد سموث ماسل، عضلات لا اراديه، والميدل وان ثيرد ميكسد يعني مخلط، في سكيليتال وفي ايه؟
اسمه وضع طبيعي يا دكتور. انت ماشي عمال تقول اللسان سكيليتال ومش عارف سكيليتال ومش عارف سكيليتال، ماشي هو ماشي سكيليتال وسترايتد ماسل لحد ما هتوصل لبدايه الاسوفيجاس. لسه في شويه برضه سكيليتال، وبعدين اللي في الوسط برضه في جزء مع السموس، وبعدين بدا السموس من الميدل ونزل للاخر. يبقى لما نيجي نقسم ابر ساد سكيليتال وميدل ساد ميكسد والاوبر ساد ايه؟ سموث. الادفنتيشن يا دكتور هتبقى عباره عن كونكت تيشو عادي جدا زي ما احنا واخدين فيها فات سيل وكل حاجه، بس في نقطه انتوا خدتوا في الاناتومي ان الاسوفيجاس بيدخل في فتحه في الدافرام، بعد ما بيدخل في الفتحه بالبريتونيوم اللي مغطي الدافرام بيغطي الاسوفيجاس. يبقى الاوبر اسوفيجاس بس هنقول فيه ادفنتيشن، اللور اسوفيجاس تحت الفتحه بتاعت الدياجرام هنقول سيروزا. سيروزا ده من بريتونيوم، فيسرال لاير اوف بريتونيوم عملت ميزوثيليوم او سيروزا عباره عن كونكتيف تيشو كفرد باي سمبل سكويمس ايبيثيليوم. سمبل سكويمس ايبيثيليوم. دكتور انا خلصت الاسوفاجس، هو ايه بقى اللي قلناه في الاسوفاجس؟ مفيش حاجه. الرسمه جبنا الرسمه ازاي؟ وخلي بالك يا دكتور الانتقال في الجي اي تي من دياجرام لدياجرام وتوصل الدياجرامات ببعض في منتهى الخطوره. تعرف ازاي خدت الدياجرام كده؟ انت نص الفيلم بتاع الدياجرام كله. عندك ميكوزا سب ميكوزا وماسكلوزا وادفنتيشيا وسيروزا. اهو العضو الوحيد اللي هتلاقيه ادفنتيشيا وسيروزا مع بعض. ادفنتيشيا وسيروزا مع بعض. في الترم الاولاني ده العضو الوحيد اللي هتلاقيه ادفنتيشيا وسيروزا مع بعض. خلص الاسوفاجس. الاستومك. على فكره يا دكتور انا مش ناسي حته بس هقولها في الاخر. الجنكشن اللي بين الاسوفيجاس والاستومك. الاستومك يا دكتور فقره المعلومات العامه، هل تعلم ان الاستومك بتتكون من فندس وبادي وبيلورس؟ لا اعلم يا دكتور والله. هل تعلم ان الاستومك هدفها ميكسنج اوف فود وانها تعمل ستورج اوف فود ليها؟ بعض الاوقات بتعمل ابزوربشن لبعض الحاجات. يا دكتور كلام فاضي يا دكتور. يوم ما حد يسالك عن فانكشن انت ما تدوش فرصه، اصلا ما فيش حد هيسالك في الاستورج عن فانكشن، يسالك عن فانكشن بتاع ايه؟ استومك. اي واحد في الشارع تقول له فانكشن وايه فائده المعده؟ هيقول لك. انما يعني هي دي حاجات مالهاش لازمه، بس اللي مكتوب في الكتاب لازم ايه؟ نقولها. خلاص يا دكتور؟ طيب اعمل ايه؟ خدنا من الاستومك دي كات سيكشن، وبعدين قمنا واخدين برضه ايه؟ حته من الكات سيكشن عشان نديها لك، انا متظهر لك الصوره اللي في اليمين دي. الاستومك نفس السكيما بتاعت الالومنتري كانال، ميكوزا، سب ميكوزا، ماسكلوزا، وسيروزا. ليه قلنا سيروزا ما قلناش ادفنتيشيا؟ لان قلنا ان احنا من اول اللور اسوفاجس واحنا دخلنا في البريتونيوم، والبريتونيوم يعني سيروزا. يبقى ماسكلوزا، سب ميكوزا، سب ميكوزا، ماسكلوزا، وسيروزا. خلاص هنسيب الميكوزا دلوقتي. هنسيب الايه؟ الميكوزا دلوقتي. السب ميكوزا يا دكتور، السب ميكوزا عباره عن كونكتيف تيشو نفس السكيما اللي هناك بالظبط، فيها ايه؟ ميزنرز بلكسس اوف نيرفز. هي يا دكتور دي السكيما اللي كنا بنقول عليها لازم تحفظها تخلص نفسك. يبقى السب ميكوزا كونكتيف تيشو فيها بلاد بيزل ومش عارف ايه ولمفاتيك وجلاند وكل حاجه، بس النيرف عامل ضفيره هنا ميزنرز جلاند. الماسكلوزا انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، بس لا دخل معاهم انر اوبليك والانر سيركولار. بقى مين السيركولار والاوتر لونجيتودينال؟ لسه هو الاوتر لونجيتودينال. يبقى انر اوبليك و ميدل سيركولار واوتر لونجيتودينال. وخلي بالك يا دكتور اول الاشكال، شوف الاوبليك لما بتتقطع بتبقى عامله ازاي، وشوف الميدل سيركولار بتبقى عامله ازاي. تضحك تديك دوائر. اللونجيتودينال يا دكتور شوف، شوف اللونجيتودينال عامله ازاي لما بتتقطع. لازم تخلي بالك ان المسلز لما تبقى لونجيتودينال وتتقطع بتديك الشكل ده، ولما تبقى سيركولار وتتقطع بتديك الشكل ده عشان ما تتوهش تقول يا ليه اللونجيتودينال ولا السيركولار وانت بترسم في الامتحان. خلاص يا دكتور. السيروزا في الاخر خالص نسينا نقول في الماسكولوزا ان في مع الانر اوبليك والميدل سيركل والاوتر لونجيتودينال في اورباخ بلكسس، زي ما قلنا ميزنرز بلكسس في الساب ميكوزا نقول اورباخ نفس السكيما بالظبط. واخيرا السيروزا كونكتيف تيشو كفرد باي ميزوثيليوم سمبل سكويمس ميثيليوم.
خلصنا الجزء اللي تحت كله، تعالى ندخل على الميكوزا. أول حاجة في الميكوزا يا دكتور هي الإبيثيليوم في الميكوزا، رقم 2 كونكتيف تيشو كوريوم، رقم 3 ماسكولاريز ميكوزا. الإبيثيليوم يا دكتور، ها دخلنا جوه بقى خالص أهو، يبقى شيلك بقى من استراتيفايد سكوامس، هنبدأ سيمبل كولامنر إبيثيليوم. سيمبل كولامنر إبيثيليوم يا دكتور لما نيجي نشوفه، السيمبل كولامنر إبيثيليوم اللي موجود في الاستومك، اللي موجود في الاستومك اسمه ميوكاس سيرفيس سيل. ميوكاس سيرفيس سيل يعني بتطلع ميوسين او ميوكاس. اللايف مايكروسكوب، بص للصوره يا دكتور، بص للصوره كده، هتلاقي طول كولامنر سيل، خلاص السيتوبلازم بيل، وقول لي ليه بيل؟ لان في ميوكاس، وميوكاس احنا قلنا ان في ديفكت، في عيب في البرافين تكنيك، ان الميوكس والدهون بيدوبوا فبيدبلوا بير، فبالتالي بيبان السيتوبلازم كله ايه؟ بيل سيتوبلازم، بيل سيتوبلازم. يبقى السيتوبلازم بيل والنيوكليس بيزل واوفل، بس ده اللي عليك في اللايف مايكروسكوب. الكترون مايكروسكوب فيها ميوسين، طب الميوسين ده بيتكون من ايه في البايو؟ بيتكون من جلايكوبروتين. ده طبعا جلايكوبروتين، لما اجي اوصف الالكترون مايكروسكوب يعني هقول اورجانيلز اللي هم ايه بقى؟ اللي بيكونوا الجلايكو اللي هو الكربوهيدرات والبروتين، يبقى ايه؟ هنقول راف اندوبلازميك ريتيكولم والديفلوب جولجي ابريتس. ميتوكوندريا اللي هتديهم الطاقه. خلاص يا دكتور؟ بس الفكره في حاجه، خدها قاعده، ناحيه في جولجي بالذات، ناحيه الجرانيول بتاعت الميوكس بنقول مكان الجولجي ابريتس، يعني لما نيجي هنا الميوكس فوق، الميوكس هيطلع من راس الخليه من فوق، يبقى الميوسين او الميوكس سكريتوري جرانيولز موجوده فوق، يبقى جولجي باصص لها، يبقى السوبرا نيوكليير فوق النيوكليوس. خلاص؟ لما تيجي خليه ثانيه بعد شويه تفرز لتحت السكريتوري جرانيولز تحت، يبقى الجولجي ابريتس انفرا نيوكليير. خلاص؟ يبقى جولجي ابريتس ناحيه فين؟ ناحيه الجرانيول. خلاص يبقى قلنا ايه؟ السمبل كولامنر او ميوكس سيلف سيل، لايت مايكروسكوب نيوكليس وسيتوبلازم، سيتوبلازم بيزر، نيوكليس بيزر اوفر، الالكترون مايكروسكوب ميوسين جرانيولز و راف اندوبلازم ريتيكولار ويل ديفلوبد سوبرا نيوكليار جولجي ابريتس وميتوكوندريا. دكتور ايه وظيفه السيلف سيل؟ الميوكس سيلف سيل سمبل كولامنر ده بيطلع ميوكس، طب ايه السبب؟ لوبريكانت وبروتكتيف، يحمي المعده من اتش سي ال ويزحلق الاكل. هي نفس اللي فوق بالظبط. تمام؟ طيب ده الابيثيليوم يا دكتور. ندخل على ده، على تحت في الكوريان كونكتيف تيشو، موجود في ايه؟ بلاد فيسل وكل اللي انت السكيما، بس الجلاند هنا خلي بالك احنا عمالين المشكله كلها في الجلاند هنا. كارديا جلاند واسوفيجيال جلاند في الاسوفيجا، شوف هنا في الاسطوبه فاند جلاند. اول جزء من الاستومك اللي شغالين فيه ده يا دكتور هيستولوجي، اللي انا قلته ده كله هيستولوجي بتاع الفاندس والبادي. البايلورس دي هيستولوجي مختلف شويه، هناخده في مقارنه في الاخر. انما الهيستولوجي اللي بقوله ده بتاع ايه؟ الفاندس والبادي. يبقى الكونكتيف تيشو كوريا بتاع الفاندس والبادي في ايه؟ في كونكتيف تيشو، في بلاد فيسل، في نيرف، وفي ليمفاتيك تيشو، وفي كمان ايه؟ جلان. الجلان دي هنا خطيره، فاند جلاند. فاند جلاند هسيبها دلوقتي لان هي دي هتبقى حصتنا من الاخر، انا جاي منه النهارده اصلا فاند جلاند، فيا ريت تسمعها وبعدين يبقى نام بعد كده ما يهمكش. تحت الكونكتيف تيشو كوريام في الميكوزا ماسكولايز ميكوزا، احنا قلنا اللي هو الاسوفجاس ماسكولايز ميكوزا كانوا ايه؟ انر سيركولار واوتر لونجيتيودن. هنا نفس الفكره، هنكمل برضه ماسكولايز ميكوزا انر سيركولار واوتر لونجيتيودن. يبقى انا خلصت الميكوزا كلها، قلت الابيثيليا وقلت الكوريان، ما قلتش فيه حاجه، قلت الفاند جلاند بس، وبعدين الماسكولاريز ميكوز. تعالى يا دكتور ناخد الفاند جلاند، اصحى اول الكلام ده في منتهى الخطوره. الفاند جلاند ادي يا دكتور على ايدك الشمال الحته اللي انا خدتها من الاسطوانه، ميكوزا صب ميكوزا ماسكولوزا وسيروزا، قمت واخد حته من الميكوزا. وريتني اهو السيرفس اللي فوق ده يا دكتور، الاسفير اللي فوق ده، ده الميوكاس سيرفس، ده الابيثيليوم، وبعدين تنزل اهو، شوف بقى الخلايا اللي متلونه اللي تحت دي
هي دي الجلاند. تعالى بقى على اخر صوره، هي دي الجلاند يا دكتور، هي دي الفند الجلاند، هي دي الفند الجلاند اللي موجوده فين؟ في السب ميكوز، في الكونكتيف تيشو كوريا بتاع الميكوز. الفند جلاند في منتهى الاهميه، كل التايبس اوف سيلز اللي جواها اسئله امتحان في منتهى الخطوره، لا يخلو منها امتحان. ام سي كيو كومبليت، لايتو الكترو مايكروسكوب فانكشن، ميكانيزم، كله لازم يجي في الامتحان. تعالى اول حاجه يا دكتور نعرف المعلومات اللي احنا بنعرفها الاساسيه عن اي جلاند. ايه نوعها يا دكتور؟ بيقول لك ده سيمبل برانش تيوبولار جلاند. وضع طبيعي. بص يا دكتور الصوره اللي عندك اليمين في اخر خمس اهي، سيمبل اهي واحده بس، وبعدين اتقسم اثنين بقت برانش، وبعدين تيوبولار يعني انا بيبقى اهي جلاند سهله اهي. طيب بتتكون من ايه؟ اول حاجه يا دكتور الحته اللي نازله اللي فوق دي بنسميها ايه؟ الاسمر البدايه، وبعدين عند الكونستريكشن اللي قبل ما يتقسموا بنسميها النك، وفي الاخر خالص بنسمي البادي. بس يا دكتور هو ده، يبقى اسمس ونك وبادي دي البارت. طيب بتتميز بايه؟ لا انت اللي هتقول من الرسمه مش انا اللي هتكلم. دكتور هو انت شايف الفتحه اللي داخله على اليوم اللي فتحته عامله ازاي؟ نار يا دكتور، يبقى فيري نار اليوم. انت بتوصف يا دكتور، احنا بتوع الاستولوجي ما بيخترعوش، احنا بنوصف. طيب الخلايا ماليه ماليه الجراند ولا مش ماليه؟ يبقى فيري كراودد اوف سيل. طيب واخده معظم السيكنس بتاع الميكوزا. بص كده الاول صوره على الشمال، هو اصلا مش باين اي حاجه، هو باين جراند وخلاص، هو السيرفيس عباره عن جراند اصلا. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. طيب واقفه ازاي يا دكتور؟ متعامده اهو بيربنتيكولار على السيرفيس. طب بتفتح فين يا دكتور؟ بتفتح فوق خالص، فوق خالص عند الابيثيليوم. هي في الميوكوزا في الكونكتيف تيشو كوريا من تحت الابيثيليوم، بتفتح فوق خالص في الابيثيليوم، فوق خالص على سطح الاستومك، حاجه اسمها جاستريك بيت. بيت يعني هول، يعني فتحه. يبقى جاستريك بيت بتفتح في الاخر. قلت انا ايه بقى في الكاركترز؟ قلت كلام فاضي خالص، قلت فيري نارو تيوب، قلت كراودد اوف سيل، قلت ان بتاخد الوول سيكنس، واخده الوول سيكنس بتاع الميكوزا، بتبقى متعامده على السيرفس وبتفتح على السيرفس بحاجه اسمها ايه؟ جاستريك بيت. طيب تعالى ناخد يا دكتور، احنا قلنا كده ثلاث كلمات اساسيه في اي جلاند اصلا، قلنا التايبس، قلنا البارتس، اسمس ونك وبادي. وعلى فكره شويه من العلماء يقول لك ايه؟ ان الاسمس هو النك اصلا، وهي عباره عن اسمس وبادي وخلاص. ما علينا، احنا هنقول زي الكتاب وخلاص، اسمس ونك وبادي، والكاركترز لسه قايلينها. اخر حاجه ناخد انواع الخلايا اللي جواه. يا دكتور والله الصوره اللي قدامك اللي على اليمين ديت ملخصه الدنيا كلها. بص عليها كده. اول نوع من انواع الخلايا، اول نوع من انواع الخلايا ميوكس نيك سيل. اوعى يا دكتور تتلخبط عشان الاسم مختلف، ده هي ديت الميوكس سيرفيس سيل بتاعت الابيثيليوم. هي ديت يا دكتور شبه السنجل كولومنر. هي دي السنجل كولومنر اللي كنا بنقول عليها في الابيثيليوم. شبهها بالظبط، الفرق الوحيد ايه؟ ان انت مش كان في ميوكس جرانيوز، زادوا قوي الميوكس جرانيوز، فقاموا عاملين ايه؟ ضغطوا على النواه جامد، فبدل ما يخلوها اوفر خلوها فلات، بيزل فلات، ضغطنا قوي، ميوكس زاد قوي، لان ديت الجلاند هدفها ايه؟ هدفها السكريشن، انما الابيسيليا مش هدفه سكريشن، الابيسيليا اللي فوق خالص ده الاسطوح مش هدفه سكريشن. انت الفند جلاند دي بتاعت السكريشن لازم يبقى فيها الجرانيولز مور كتير جدا عن اللي موجوده في السيرفيس الابيثيليوم العادي. يبقى ميوكس نيك سيل. شوف الصوره اللي جنبها، شوف الصوره اللي جنبها يا دكتور. اللايت مايكروسكوب بيقول لك ايه؟ از ميوكس سيرفيس سيل. بس الاختلاف في ايه؟ قال لك هناك الميوكس سيرفيس سيل كان اقل في السكريتور جرانيول بتاعت الميوكس، زائد ان الثانيه ما فيهاش مايكرو في اللايت، انما دي فيها مايكرو في اللاين. والنيوكلاس هناك ايه؟ بيزل واوفر. هنا ايه؟ بيزل وفلات عشان ضغط عليها الميوسين جرانيول. تاني نوع يا دكتور، وركز قوي في الكلام، بالله عليك يا دكتور تركز. بيبتيك سيل، شيف سيل، بيبتيك سيل، شيف سيل، سنترال سيل. الخلية
الثانيه من خلايا الفالد جلاند، مكانها فين؟ دكتور احنا قلنا ان الفالد جلاند اهي في الصوره، بنلاقي البيبتيك سيل او الشيف سيل او السنترال سيل موجوده في اللور بارت اوف فالد جلاند، موجوده في اللور بارت اوف فالد جلاند. اهي شوف يا دكتور اللي معموله بالبنفسجي موجوده في اللور بارت، شفت حته منها في الوسط ولا حاجه؟ كله في اللور في الصوره. تمام يا دكتور، ده اول حاجه السايت. تعالى كلمنا عن الفانكشن قبل ما اتكلمنا عن التركيب، لان الفانكشن هيفيد. يقول لك يا دكتور بيبت جلاند بتصنع بيبت سينوجين، ده انزيم، وانزيم على فكره له اسم تاني اسمه زيموجين، اللي هو ان اكتيفيتد انزيم. يعني لما اي جلاند تطلع انزيم ان اكتيفيتد بنسميه زيموجين. طب البيبت سينوجين ده ايه؟ ده ان اكتيفيتد انزيم فبنسميه ايه؟ زيموجين. بيبسينوجين بتطلع رينين، بتطلع لايبيز، انزيمز اهي او برو انزيمز اللي هي اكتيفيتد انزيمز زيموجينز. خلاص يبقى قلنا السايت رقم واحد في اللور بار من الرسم، رقم اثنين فانكشن بيبسينوجين ورينين ولايبيز. تعالى نتكلم عن اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. دكتور لايت مايكروسكوب، بص الصوره، سيتوبلازما نيوكليس، النيوكليس راوندد وبيزل، السيتوبلازم ابيكال اسيدوفيليك بيزل بيزوفيليك. يا نهار ابيض حلوه دي، يعني انا احط اتش ان اي الاقي اللي تحت ازرق واللي فوق احمر. طب ليه يا دكتور انا مش قلت لك ان هي بتصنع بيبسينوجين، وبيبسينوجين ديت انزيمز بتطلع في جرانيولز، الجرانيولز ديت يا دكتور هي السبب ان الابيكال يبقى اسيدوفيليك، انما هي الخليه في الوضع الطبيعي بتاعها من غير اي سكريشن، لو في السكريشن خالص ما فيهاش الجرانيولز ديت اللي جواها الانزيمز دي او البرو انزيم او الزيموجين دي، يبقى هتبقى بيزوفيليك. انما ايه اللي خلى الجزء اللي فوق منها اسيدوفيليك؟ ان في جرانيولز اللي بيبقى فيها البيبسينوجين واللايبيز والرينين. ده اللايت مايكروسكوب، نيوكليوس وسيتوبلازم والرسمه موضحه. الكترون مايكروسكوب نفس الفكره، هو البيبسينوجين والانزيمز والكلام ده مش كلهم دول بروتين؟ يبقى هي نفس السكيم، راف اندوبلازميك ريتيكولم ميتوكوندري وسكريتو جرانيول اللي هيبقى فيها الانزيمز دي او البرو انزيمز دي. خلاص بس يا سيدي، ايه المشكله في البيبتيك سيل دلوقتي؟ في منتهى السهوله، بيبتيك سيل، شيف سيل، سنترال سيل، ثلاث كلمات، سايت فانكشن وستراكشر. السايت لور بار، الفانكشن ديبسينوجين ورينين ولايبيز سكريشن، لايت مايكروسكوب سيتوبلازم ونيوكليس، النيوكليس راوند وبيزل، والسيتوبلازم ابيكال اسيدوفيليك بيزل بيزوفيليك. مستحيل تتنسي، هي انت كل يوم بتقابل الخليه ابيكال اسيدوفيليك وبيزل بيزوفيليك، انا مش خايف عليك من دي. الالكترون مايكروسكوب بالعقل بتطلع لي حاجه بروتين، يبقى هيبقى فيها ايه؟ رف اندوبلازميك ريتيكولم ومايتوكوندريا وسكريتوري جرانيولز اللي بيبقى فيها اصلا البرو انزيمز. دكتور قلنا نوعين من الخلايا، اول نوع شبه السيرفس ميوكاس سيرفس سيل اللي اسمه ميوكاس نيكسل، نفسه بالظبط، مختلف عنه في ايه؟ اول حاجه النيوكليس بلاك، قلنا السبب بتاعها ان في ميوكاس او ميوكاس سكريتوري جرانيولز كتير فضغط على الخليه. رقم اثنين فيها مايكروفيلاي شورت مايكروفيلاي. رقم اثنين في الخلايا بيبتيك سيل، شيف سيل او سنترال سيل، وقلنا سايت والفانكشن واللايت والالكترون مايكروسكوب. دكتور كلام كبار قوي اللي داخلين عليه ده، اصحى للكلام ده. بارايتال سيل او اوكزينتك سيل. البارايتال سيل نفس زي البيبتيك، هنقول ايه؟ سايت وفانكشن ولايت والكترون مايكروسكوب. دكتور تعالى كده نبص، اول حاجه السايت، ارجع للرسمه، الرسمه هتريحك خالص. بص كده شكل الجلاد، تعالى نشوف البارايتال سيل اللي هي الحمراء دي موجوده فين يا دكتور؟ موجوده فين؟ في الابر والميدل بارت اوف فاند جلاند، ابر وميدل بارت اوف فاند جلاند، ابر وميدل بارت اوف ايه؟ فاند جلاند. ده السايت. الفانكشن دكتور بتصنع ال HCL. عشان كده قلت لك ان ده كلام كبار في منتهى الاهميه، شغل الاستومك كله يا ابني شغال على البتاع دي اصلا. لازم تبقى عارفها، ما ينفعش تدخل امتحان ما تدخلش وانت مش عارف الخليه دي. برايتال او اوكزينتك سيل،
فانكشن بتطلع ال HCL، بتعمل سكريشن ال HCL، بتكون ال HCL. رقم اثنين بتعمل حاجه، بتطلع حاجه اسمها انترنسك فاكتور. انترنسك فاكتور ده يا دكتور بيساعد في الابزوربشن بتاع فيتامين مهم جدا 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 للاعصاب اسمه فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 تمام؟ يبقى انا من الفانكشن عرفت ان هي هتطلع اتش سي ال وهتطلع انترنسك فاكتور اللي هو انزيم، والانزيم بروتين. ها؟ فاكر بقى السكيم مش هقول تاني. اللايت والالكترون مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب انا رسمه لك اهو، هتشوف ايه يا دكتور؟ تريانجولار سيل. البعض يقول لك بيراميدال، البعض يقول لك تريانجولار، اللي انت عايز تقول حاجه قولها مفيش مشكله. سنترال راوندد نيوكليس، سنترال وراوندد نيوكليس، اسيدوفيليك، اسيدوفيليك سيتوبلازم، اسيدوفيليك سيتوبلازم. تعال نتكلم على الالكترون مايكروسكوب اللي صحيح هو ايه سبب الاسيدو، يعني ايه سبب الاسيديتي بتاعت السيتوبلازم. لازم طبعا اجاوبك يا دكتور، انت بتقول ايه يعني ايه اسيديتي بتاع السيتوبلازم؟ اكيد طبعا انت مش عمال تقول لي تطلع اتش سي ال يبقى السبب هو الاتش سي ال. ما هو حمض، مش انت بتقول لي انك بتعمل اتش سي ال يبقى السبب هو الاتش سي ال. لا يا دكتور، السبب مش الاتش سي ال، هنعرف دلوقتي السبب. الالكترون مايكروسكوب، بص للصوره اللي على اليمين. لا يا دكتور تريانجلر فعلا، بس في حاجه غريبه جدا فيها، ان السيتوبلازم او السيل ميمبرين بتاع الخليه عامل انفاجينيشنز جوه الخليه، عامل كانليكيولاي، والكانليكيولاي ديت عليها مايكروفيلاي. يبقى السيل ميمبرين بيكون دي برانشين كانليكيولاي جوه. طيب هنلاقي ايه تاني في الالكترون مايكروسكوب؟ هنلاقي الشورت مايكروفيلاي، صح؟ ما هي موجوده اهي قدامنا. هنلاقي ميتوكوندريا وسموس اندوبلازمك ريتيكولم وبعض الرف اندوبلازمك ريتيكولم. دكتور انت مش قلت لي ان الرف اندوبلازمك ريتيكولم لما يبقى فيه بروتين؟ يا دكتور ما انا لسه قايل لك من شويه الانترنسك فاكتور بيبقى بروتين. لازم يا دكتور. الميتوكوندريا هنا يا دكتور كتير جدا ماليه الخليه، لانها مش شغاله عشان تصنع بروتين بس، ده هتتكون اتش سي ال محتاج طاقه، في تشانلز بتفتح وبتقفل جوه الخليه طول النهار والليل، فمحتاجه ايه؟ طاقه كتير جدا. فالميتوكوندريا هنا ماليه الخليه بمعنى الكلمه، ماليه الخليه. قلنا ايه في الالكترون مايكروسكوب عشان ندخل في الميكانيزم؟ الممبرين، السيل ممبرين بيدخل جوه الخليه بيعمل انفاجينيشن، دي برانشنج كانليكولاي عليها ايه؟ مايكروفيلاي. في شورت ميتوكوندريا بس نيوميرس، عندنا سموث اندوبلازميك ريتيكولم ورف اندوبلازميك ريتيكولم. الميكانيزم يا دكتور مش ناسي السؤال اللي قلت لك عليه في الاول، الميكانيزم هنعمل اتش سي ال ازاي؟ دكتور الوضع الطبيعي بين الخلايا، بين الخلايا، بين الخلايا، ان بيدخل كلورايد جوه اي خلية، فبيدخل كلورايد جوه الخلية تمام، وبيدخل ال H2CO3 جوه الخلية. عندنا الخلية دي، الخلية دي عندها انزيم اسمه كربونيك انهيدريز. بيعمل ايه الكربونيك انهيدريز ده يا دكتور؟ بيروح محول ال CO2 وال H2O إلى H هيدروجين و HCO3. ال HCO3 يروح خارج بره الخلية اكستشينج مع الكلورايد، وال H ده اللي جوه الخلية يعمل ايه؟ يحصل له اكتف ترانسبورت جوه، يطلع في الكاليكولاي لحد ما يقابل كلورايد ايون يتجمع معها بره الخليه. التفاعل بتاع الكلورايد والهيدروجين فين؟ بره الخليه، بيكون اتش سي ال. لا 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 ما فهمتش يا دكتور، قول لي تاني. اي خليه جواها ميه وجواها ثاني اكسيد كربون، وضع طبيعي. الفكره في ايه؟ ان الخليه دي بتقدر تستعملهم، بتستعملهم ازاي؟ عندها كربونيك انهيدريز انزيم بيحول السي او 2 والاتش 2 او بيجمعهم مع بعض ويعملهم ايه؟ H زائد HCO3. هو الاول بيكون عشان بس انا بقول كلام كيمياء صح، بيكون H2O3 بس الحمض ده ضعيف، فبيروح متحول على طول من متأين ل H بوزيتيف و HCO3 نيجاتيف. HCO3 بتخرج بره الخليه مع اكستشينج مع الكلورايد، والهيدروجين بيعدي 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 ويخرج بره يقابل الكلورايد اللي بره، اللي بره الخليه، ويعمل HCl
عشان كده دكتور يوم ما اقول لك سبب الاسيد وفيليك سيتوبلازم، اوعى تقول لي الاتش سي ال. الاتش سي ال ما بيتكونش جوه الخليه، الاتش سي ال بيتكون بره الخليه، بره الاوزنتك او البرايتال سيل. طب ايه يا دكتور سبب الاسيديتي؟ الممبرينز يا دكتور، انت عمال تشوف السيل عمال يدخل جوه الخليه ويخرج ويدخل ويخرج، والمايكروفيلاي تدخل وتخرج، ايه ده؟ طب ما هي السيل ممبرين بيتلون بالاحمر، السيل ممبرين اسيد فيليك، شوف التكتل، شوف السيل ممبرين عمال يدخل ويخرج ويعمل الباجينيشن ويخرج، ده ايه ده؟ طب ما هو ده السبب بتاع الاسيدتي يا دكتور. خلاص؟ قلت ايه هنا في البرايتال سيل؟ وسؤال امتحان يا دكتور، اللهم اني قد بلغت، سؤال امتحان. برايتال او اوزنتك سيل، السايد الابر والميدل بارت اوف فاند جلاند بين الميوكس نكسل. طيب الفانكشن بيطلع اتش سي ال وانترنسك فاكتور اللي بيساعد في ابزوربشن بتاع فيتامين بي 12، لايت مايكروسكوب، تريانجولار ان شيب، بيراميدال ان شيب، سنترال راوند نيوكليس، واسيدوفيليك سيتوبلازم، واعمل علامه استفهام على ما نعرف سبب الاسيديتي. الالكترون مايكروسكوب ممبرين بيكون انفاجينيشن ديب برانشي كانابيكولار عليها ايه؟ مايكروفلار، عندنا ميتوكوندريا وسموث اندوبلازمك ريتيكولوم، ريتيكولم ورف اندوبلازمك ريتيكولم. عرفنا الميكانيزم بتاع الاوكزينتك سيل. دكتور قلنا ثلاث خلايا، قلنا بيبتك سيل، قلنا ميوكاس نيك سيل، وقلنا اوكزينتك او برايتال سيل. دكتور رقم اربعه، وضع طبيعي انك تلاقي ستيم سيل، اندفرنشيتد ستيم سيل بتكون بقيه الانواع، بتكون البيبتيك والبرايتال والميوكاس نيكسل، بتكون كل الانواع الباقيه. موجوده فين يا دكتور؟ يرجع للرسم. تعالى يا دكتور شوف. شوف يا دكتور. هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في النك وفي الاسمس. الاندفرنشيتد ستيم سيل في النك وفي الاسمس والجاستريك بيتس. في النك والاسمس والجاستريك ايه؟ بيتس. هنا مش موجودة في الصورة تقريبا؟ مش موجود، بس هنلاقيها فين؟ في النك والاسمس وايه؟ والجاستريك بيت، في الجزء اللي فوق كله. الجزء اللي فوق من اول البيت، جاستريك بيت والاسمس والنك. تعالى يا دكتور تتكلم عن اللايت مايكروسكوب، وعلى فكرة ده اللي ذكره بس ما ذكرش الالكترون مايكروسكوب، ريحكوا يعني. قال لك اللايت مايكروسكوب يا دكتور كولامنر، تور كولامنر، بيزل اوفال نيوكليس، بيزوفيليك سيتوبلازم. بتعمل ايه يا دكتور؟ اندفرنشيتد هيت، يعني اندفرنشيتد ستيم سيل. بتعمل ايه؟ ديت ستيم سيل بتتحول للاذر سيلز بتاعت اللي احنا قلناها بتاع فاند جلاند. خلاص؟ الخليه الاخيره يا دكتور، الخليه الاخيره ارجنتافين سيل، ارجنتافين سيل او انتيرو اندوكراين سيل. دكتور انتيرو من هنا ورايح معناها ليها علاقه بالجي اي تي، واندوكراين يعني بتعمل هرمون، يبقى خليه في الجي اي تي بتعمل هرمون، يبقى ارجنتافين سيل او انتيرو اندوكراين سيل او عبود سيل اي بي يو دي، هي اختصار لحاجه كبيره جدا مش مهم انك تعرفها دلوقتي تبع الاميونتي يعني. المهم اعرف بس ان هي ايه؟ اي بي يو دي، اختصار ايه؟ عبود سيل، بنقولها كده يعني مجازا. طيب لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب وفانكشن، هو في الكتاب، في الكتاب ما ذكرلكش المكان، بس هي زيها تقريبا زي البرايتال سيل، زي الشيف سيل، في نفس الاماكن تقريبا من الصوره كده، في نفس الاماكن بتاعه الشيف سيل او السنترال سيل يعني، ما علينا مش مهم ما تحفظهاش. ادي السايت رقم اثنين، لايت مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب يا دكتور بيقول لك ايه؟ الخليه دي بتفرز هرمونات، فهنلاقيها طول كلها برضه، النيوكليس راوندد نيوكليس، السكريتوري جرانيولز اللي فيها الهرمونات بتبقى تحت النيوكليس. وهنا السؤال، اشمعنى؟ اشمعنى تحت النيوكليس يا دكتور؟ يا دكتور انت بتتكلم عن هرمون، هو ايه تعريف هرمون؟ ده عباره عن ماده ماشيه فين؟ في الدم. انت لو طلعتها بره الخليه من فوق يبقى هتروح للكافيتي بتاع الاسطوانه، ده ما اسموش هرمون يا دكتور. انما معنى هرمون ان يمشي في الدم، فانت عايز تنزلها للكونكتيف تيشو اللي تحت، تنزلها تحت عشان توصل للبلاد سبلاي وتمشي في الدم، ده يبقى اسمه هرمون. فعشان كده السكريتوري جرانيولز ايه؟ تحت النيوكليوس. طيب الكترون مايكروسكوب هو الهرمونز دي عباره عن ايه؟ بروتينات، اديني السكيما، دلوقتي بروتين اديني السكيما، يبقى ايه؟ رف اندوبلازمك ريتيكولم،
ويل ديفلوبد جولجي اباريتس. سوبرا نيوكليير ولا انفرا نيوكليير؟ يا رب اللي فاكر يقول. ها انفرا نيوكليير ليه؟ لان السكريتري جرانيول تحت، انما لما كانت في النيوكاس سيرفيس والنيوكاس نيكسل فوق قلنا سوبرا نيوكليير جولجي اباريتس. ومايتو كوندريا، شفت الالكترون واللايت مايكروسكوب سهلين ازاي؟ ادي السايت وادي اللايت والالكترون مايكروسكوب فانكشن. الفانكشن بيقول لك ان في تايبس كتير للعبود سيل، الانتيريور والاندوكراين سيل. نسيت اقول لك يا دكتور ان ليه سموها ارجنتافين سيل؟ لان هي بتتصبغ بالسيلفر بتدينا لون اسود، وبتتصبغ بالكلوريوم بتدينا لون براون. ملهاش محل من الاعراب، بس هو بيقول لك عشان كده سموها ارجنتافين يعني، بس اللي هي حاجه تبع السيلفر يعني، بتتصبغ بالسيلفر. الفانكشن والتايبس، التايبس هي اللي هتديني الفانكشن. اول نوع من الخلايا ديت ليها اكتر من نوع. اول نوع جي سيل بتطلع هرمون اسمه جاسترين، جاسترين. طيب الاي سي سيل بتطلع هرمون اسمه سيروتونين، هرمون السعاده. الاي سيل او الالفا سيل او الاي جي سيل انتيرو جلوكاجون، ده الجلوكاجون ده يا دكتور عكس الانسولين، بيزود الجلوكوز في الدم عشان تبقى عارف يعني. الدي سيل، الدي سيل بتطلع هرمون اسمه سوماتوستاتين، ده ضد هرمون النمو، جروس هرمون، بيوقف نمو الانسان. والاي سيل بتطلع اندورفين، اندورفين ده يا دكتور اي حاجه اخرها فين ديت يعني حاجه مخدره، بتهديك بتخدرك اندورفين. بس ده ايه جوه الجسم، غير اللي احنا اللي بيتاخد من بره المخدرات والكلام ده، انما ده دي مخدرات جوه الجسم ربنا اللي خالقها بكميه معينه ووقت معين تطلع فيه. يبقى قلنا فانكشن وتايبس الاثنين مرتبطين ببعض. قلنا خمس انواع من الخلايا بخمس فانكشنز مختلفه، الجي سيل بتطلع جاسترين، الاي سي سيل بتطلع سيروتونين، والاي سيل او الالفا سيل او الاي جي سيل بتطلع انتيرو جلوكاجون بيزود الجلوكوز في الدم، الدي بتطلع سوماتوستاتين بيوقف النمو الجروس هرمون، الاي بتطلع اندورفين بيعمل كايه؟ مخدر. خلصت الخمس انواع، نقولهم تاني اسما فقط. نيوكاستنيك سيل رقم 2، بيبتيك سيل، بارايتال او اوزنتيك سيل، اندفرنشيتد ستيم سيل، ارجنتافين او انتيرو اندوكراين سيل. دكتور انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في عنوان كبير اسمه الاستومر، قلت لك ايه فيه؟ قلت لك ميكوزا، صاب ميكوزا، ماسكولوزا، وسيروزا. قلت ايه؟ الميكوزا ابيثيليوم وكونكتيف تيشو كوريا وماسكولاريز ميوكوزا. قلت الابيثيليوم سيمبل كولامنا ميوكاس سيرفيس سيل واتكلمنا عنه، الكونكتيف تيشو كوريا كونكتيف تيشو بلاد فيسل نيرف وفاند جلاند. الفاند جلاند خمس انواع، خمس انواع من الخلايا، ميوكاس نيكسل، بيبتيك سيل، برايتال او اوكسنتيك سيل، اندفرنشيتد ستيم سيل، وارجنتافين او انتيرو اندوكراين سيل. دكتور انا خلصت الفانتس والبادي، خلصت كله كله كده خلصت. تعال ناخد مقارنه اخيره بين الفاند جلاند والبايلوريك جلاند، لان ده الاختلاف الفاند جلاند وايه والبايلوريك جلاند. الفاند جلاند يا دكتور بتبقى برانش وكذلك البايلوريك جلاند. بص على الصور يا دكتور تحتهم الاثنين برانش والله تمام. طب الهين اللي مليانه قوي بالسيل الفاند جلاند، دي مش مليانه قوي. طيب الهين الاقل في العدد الفاند جلاند، انما البايلوريك جلاند مليانه كتير جدا. تمام. الفاند جلاند يا دكتور فيها كميه كبيره جدا من البرايتال سيل، وده طبيعي مش عماله تطلع اتش سي ال، ده فصول بالمعده، الفاندس والبادي ده فصول بالمعده لازم. انما البايلوريك ما فيهاش قوي برايتال، ليه بقى؟ لان انت داخل يا دكتور على السمول انتستين، السمول انتستين اصلا الميديا بتاعتها مش اسيدك، الميديا الكلاين. طب انت دلوقتي لو انا جايب برايتال سيت كتيره تروح مطلعه لي اتش سي ال كتير، يبقى انا كده بهدل السمول انتستين خالص، فعشان كده بيقل شويه البرايتال سيت. طيب البايلوريك ريجن اصلا اختلاف عن الفاندك ريجن والكلام ده، ان بيبدا بقى المصل بتزيد في الحجم عشان تعمل بايلوريك سفنكتر وهكذا. بس ناقص لي حاجه اخيره هي الجاسترو اوسوفيجيال جنكشن. الجاسترو
اسوفاجيال جنكشن يا دكتور مش محتاج اي ورقه ومش محتاج منك اي حاجه. عايز اقول لك بس اختلافات بسيطه، ان الاسوفاج الجسمانيه يتحول للاستومك بيبقى عند منطقه ترانزيشنال زون اسمها جاسترو اسوفاجيال جاسترو اسوفاجيال جنكشن. الابيثيليوم بيتحول من استراتيفايد بانكرياتينايز للايه؟ لسنجل كولامنا. الماسكولاريز ميكوزا بتكمل اللي هي ايه؟ كانت بادئه في اللور اسوفاجس انر سيركلر اوتر لونجيتودينال بتكمل في الاستومك كده. الجلاندس طبعا بتاعت الاسوفاجس بتقف وبتبدا الجلاندس بتاعت ايه؟ الاستومك. الميكو الماسكولوز يا دكتور قلنا زودنا لير في الاستومك ما كانتش موجوده في الاسوفاجس، كنا بنقول في الاسوفاجس انر سيركلر اوتر لونجيتودينال، هنا زودنا انر اوبليك ميدل سيركلر سيركيولار واوتر لونجيتودينال. المعظم الاسوفاجس كنا بنقول ادفنتيشيا والجزء الاخير بس قلنا سيروزا، كل الاستومك قلنا سيروزا. ده الاختلافات او ده الجنكشن عباره عن الجزئين دول، بتحطهم في مقارنه مع بعض، بتحط مقارنه الاسوفاجس مع الاستومك يروح مديك الجنكشن اللي ما بينهم. اي جنكشن بتعمله هتعملها هتدرسوهم بعد كده هتعمل فيهم نفس الفكره، عشان كده ما رضيتش اديهولكم بعد الاسوفاجس. دكتور اهم من الشغل تظبيط الشغل، انا قلت ايه النهارده؟ قلت جي اي تي تراكت وجلان، التراكت ابر جي اي تي ولور جي اي تي او المنتري كمان، ابر جي اي تي ابر جي اي تي اورال كافيتي وفارينكس. الاورال كافيتي فانكشن جي اي تي فانكشن ونون جي اي تي فانكشن، هيستولوجي واتكلمنا عنه، بارتس او كونتنتس الليب و التشيكس والتانج والتوث والجنجايفا، واخيرا البلد، وبعدين كملنا بالفارنس. خلصنا الفارنس اخذنا في الالمنتري كانال، الالمنتري كانال خدنا فيها السكيما الواضحه ميكوزا عباره عن ابيثيليوم كونكتيف تيشو كوريوم و ماسكولاريز ميكوزا، سب ميكوزا كونكتيف تيشو فيها ميزنرز بليكسس ماسكولوزا انر سيركولار واوتر لونجيتيودينال بينهم اوربخ بليكسس ادفنتيشيا او سيروزا. خدنا الاسوفيجس كله ميوكوزا صاب ميوكوزا ماسكولوزا وادفنتيشيا. يا دكتور احسن حاجه عجبتك في الاسوفيجس ايه؟ يا دكتور حته ان هو يبقى الماسكولوزا ديت ابر نوع وميدل ميكسد واللور سموث دي جميله جدا، حته برضه ان هو ادفنتيشيا وتربطها بالاناتوم تقول ان هو ما يدخل الفتحه بتاعت الديافرام يبقى يتحوط بالبريتونيال بس الروس، حاجه جميله جدا يا دكتور. لازم تعلم في دماغك الحتتين دول. دكتور دخلنا على الاستومك بجنكشن جاسترو اسوفاجيال جنكشن وقلنا الفرق بينهم، دخلنا على الاستومك قلنا ايه؟ قلنا فاندس وبادي وبايلورس، قلنا الفاندس وبادي زي بعض في الاستولوجي والبايلورس مختلفه هناخدها في مقارنه. الفاندس وبادي ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولوزا وسيروزا مفيش ادفنتيشن، الميوكوزا ابيثيليوم سيمبل كولامنا، الكونكتيف تيشو كوريا فاند جلاند، خدنا خمس انواع من الفاند من السيلز بتاعه الفاند جلاند. اول نوع الميوكاس ليك سيل، وبعدين البيبتيك سيل بارايتال او اوزينتيك سيل، ارجنتافين او انتير اندوكراين اند فرانشيتد ستيم سيل. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، السلام عليكم.